نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغى الأشواق. عارفين طبعا احنا بدأنا في أعمال الحصر، خلصنا كل الخرسانات وكل المباني وكل التشطيبات الداخلية والخارجية، وكمان المرة اللي فاتت خلصنا الأعمال الإلكتروميكانيك. إن شاء الله النهاردة هنبدأ في أعمال التسعير، إزاي تسعر المشروع. بعد ما حصرت محتاج تسعر، تحط سعر، تعمل ميزانية للمشروع عشان تعرف الكميات اللي عندك ديت والمواصفات المحطوطة دي البادجت بتاعها مناسب البادجت بتاع المشروع ولا لأ. المفروض عشان تستخدموا البرنامج لازم تبدأوا بالحصر الأول، لأن احنا قلنا في نقطة مهمة، انت عشان تعمل كنترول ومانجمنت للمشروع كوست كنترول لازم بيبدأ من أول ما بتستلم الشغل عشان تحصره وتدرسه. لو عندك مشروع وعايز تعمل له كوست كنترول زي ما اتفقنا ان انت بتبدأ الكوست كنترول بتاعك من يوم ما تستلم المخططات والمواصفات تدرسها، ان لو حصل عندك خطأ في المواصفات او خطأ في الدراسة بتاعتك في اعمال الحصر وفي الكميات اللي بتطلعها بالتالي الكوست كنترول بتاعك هيبوظ. فاحنا عشان كده البرنامج بيهتم ان هو تبدأ الحصر صح، فالبرنامج ده بيحاول يسهل لك اسلوب الحصر بحيث يطلع حصر مظبوط. لكن لو في بنود مش عايزينها مش لازم تحطوها، يعني لو انت المشروع بتاعك بادئ من بند معين او بادئ من مرحلة معينة او عايز تحصر مرحلة معينة تقدر تحصرها، تحصر اي جزء لوحده مش مشكلة، مش لازم المشروع كله على بعض. الشاشة وصلت؟ لو في مشروع في الحصر بتاعه جاهز وعايزين تدخله وعايزين تدخلوا الكميات مباشرة، ممكن تدخل دايركت في البي او كيو. بس في نقطة، حتى لو جالك مشروع محصور كامل وكمياته طالعة انت واجبك انك تتأكد من الكميات دي، لان ميزة البرنامج انك لما بتخلص الحصر بتاعك عليه تقدر تعدل عليه بكل سهولة. يعني اكتشفت مثلا كاميرا ناقصة او طلبوا زيادة بند معين او في ستراكشر زيادة اضطر تضيفه او حديد اضطر تغيره، مجرد بس انك تغير في شكل في خانة التسليح او خانة الكمية او السيكنس او الكلام ده كله. وبرضه يفضل انك تحصر المشروع اللي بيجيلك الجدول بتاعه تحصره من اول وجديد عشان تتاكد من كمياته، لان يعني في الاخر اي مواصفات او اي مشروع بيجيلك بالكميات بتاعته جاهزه انت ممكن تكون عارف كميه الخرسانه. يعني مثلا يقول لك والله عندك في القواعد 100 متر مكعب خرسان، لكن انت مش عارف قد ايه حديد. يعني مش بيقول لك الحديد قد ايه، ممكن يقول لك في جدول الكميات اللي بيديهولك كميه الخرسانه قد كده في البند ده، لكن متبقاش عارف كميه الحديد. ولما بتعمل كمان كنترول حتى لو في المباني او في المحاره او في الامور ديت بتحتاج تجيب كميات الماتيريال اللي بتشتغل بيها، زي ما هنشوف ان شاء الله المحاضره دي ازاي نجيب الكميات بتاعه الماتيريال اللي بنشتغل بيها، اللي هي مجرد ما يتغير سعرها المشروع كله بيتغير سعره. الشاشه وصلت يا جماعه ولا لسه؟ طيب هنكمل الشغل بتاعنا زي ما اتفقنا. احنا اخر مره وقفنا خلصنا الام اي بي ورك الأعمال الإلكتروميكانيك، وبكده تقريبا خلصنا كل أعمال الحصر. دلوقتي زي ما اتفقنا هنبدأ في خانة البرايسز اللي هنعمل بيها بادجت للمشروع. في الشيت بتاع البرايسز هتلاقي فيه في أول الشيت الماتيريال برايسز، الماتيريال دي اللي هي قيمة أسعار المواد اللي أنت بتشتغل بيها، أسعار مواد مش أسعار بنود. يعني إيه أسعار مواد؟ يعني أسعار حديد، اسعار اسمنت، اسعار خرسانه، اسعار خشب، اسعار مباني طوب بانواعه، طبعا الحاجات دي كلها بانواعها، اسعار التشطيبات اذا كان اسعار السيراميك او اسعار الدهانات او اسعار الرخام، اسعار العماله.
كل الامور دي، الامور دي انت البنود دي او الماتيريال دي انت لازم تدخلها بنفسك. مش هينفع مش هينفع مش البرنامج مش هينفع يحسب لك ميزانيه من غير ما يبقى عنده اسعار. طب الاسعار دي باي عمله؟ باي عمله، هي مش محطوط لها عمله، بحيث انت لو شغال بالدولار تحط القيمه بتاعتك وانت عارف انها دولار، شغال بالجنيه بتحط القيمه بتاعتك وانت عارف انها جنيه، شغال بالريال، شغال بالدرهم، شغال باي عمله، مفيش اي مشكله. تمام؟ فالقيم دي الاسعار دي بتكون بدون عمله او العمله انت عارفها. الاسعار اللي هنا تقريبا بالدرهم الاماراتي، بحيث لو انتوا لقيتوا الاسعار مش ماتشنج مع اللي تعرفوها او حاجه، دي تقريبا بالدرهم الاماراتي. تمام؟ زي ما انتم شايفين لو بدانا من الشمال هنلاقي عندنا اول تسعير، تسعير الحديد، بتحط سعر طن الحديد. اوكي؟ سعر طن الحديد ده طبعا مجرد ما بتحطه بيقدر يحسب لك سعر الحديد اللي محتاجه في المشروع كله، ولما بيتغير بيغير لك كل تسعير او كل البادجت بتاع المشروع. تمام؟ يعني مثلا سي ان انت خلصت الشغل بتاعك وحصلت على قيمة الحديد الموجودة حاليا، يعني التسعير كان مثلا كان على سعر طن الحديد 2500 زي ما احنا شايفين. جيت والله قبل ما تقدم السعر بتاعك، قبل ما تقدم السعر بتاعك المشتريات قالوا لك والله الحديد غلي او منتظر يغلي يغلى، او جالنا خبر ان هو احتمال الشهر الجاي سعره يرتفع. فبدل ما كان سعر المشروع حاليا 2,610,000، مجرد ما هتحط سعر الحديد الجديد اللي هيقول لك عليه وليكن 3000 بدل 2500، تحول من 2,610,000 ل 2,659,000، فسعر المشروع كله اتغير. ولو جينا نبص هنلاقي ان سعر كل بند فيه حديد اتغير. يعني مثلا دي الاواعي، كان الاواعي في الاول دي كانت اواعي عاديه، اواعي مسلحه، سعر كان سعر الطن ب 2500، فبالتالي اداني سعر المتر المكعب تقريبا 1000. لما غيرنا ثمن الحديد ل 2000 ل 3500، سعر متر الخرسانة في القواعد المسلحة بقى 1163. لا، وانت بتسعر المشروع انت عندك سعر واحد، يعني انت وانت بتشتغل المشروع بتسعر قبل ما تبدأ فيه عندك سعر واحد، يا اما السعر اللي موجود حاليا يا اما بتفترض ان هو السعر هيعلى، طبعا في حدود، لان في بعد كده في اداره المشروع بيبقى عندك حاجه اسمها اداره المخاطر. دي ده موضوع تاني. انت بتسعر مشروعك على سعر واحد، يعني مثلا سعر الحديد النهارده مثلا 2500، او بكره مثلا او منتظر ارتفاعه 3000، او لو كان في حاله ازمه زي اللي كانت في 2008 و2009 وكان كله بيخاف يسعر، كنا بنحط شرط في المشروع ان في حاله زياده الاسعار سعر المشروع بيعلى، بيتحط شرط، لان ده كانت ظروف خاصه، كانت حاجه في اداره المشروعات بنسميها ظروف قاهره. في حاله حدوث ظروف قاهره بيضطر المالك او الممول ان هو يعوض المقاول اللي بيشتغل، ودي حاجه معروفه. لكن انت ما بتيجي تسعر بتسعر في حدود معقول. لو انت عندك فكره من الموردين ان سعر الحديد او سعر الماتيريال هيزيد، بتحط السعر الزياده المتوقع. السوق ثابت وهادي ومفيش مشكله، خلاص حط السعر اللي عندك وحط عليه نسبه بسيطه للطوارئ وخلاص على كده. تمام؟ فهي دي الفكره. اول بند زي ما اتفقنا سعر الحديد. بعد كده في الهالك بتاع الحديد. زي ما قلنا قبل كده ان المشروع ان البرنامج مش بيطلع لك هوالك. يعني لو عندك مثلا السيخ 12 متر استخدمت منه 11، هو ما بيحسبلكش ال 11، ما بيحسبلكش بيحسب بالظبط ال 11، مش بيحسب المتر الزياده، مش بيحسب ان في متر هالك. فده دورك انت زي ما قلنا ان انت حسب نوع المشروع بتاعك، حسب حالته، حسب الاستراكشر بتاعه، حسب التسليح اللي موجود. يعني لو قلنا قبل كده ان لو انت عندك ديامترز تقيله 25 مللي 20 مللي 32 مللي، ده الهالك فيه بيعور، يعني الهالك فيه تقيل بيوزن. فمثلا المشروع بتاعك فيه تخانات كبيره
اللي بيسأل بيطلع السعر بناء على ايه؟ احنا جايين في الكلام ان شاء الله في اخر في اخر المحاضره النهارده هتعرف بيسعر ازاي بناء على ايه من الالف للياء. زي ما قلنا اي حاجه، اي حاجه جوه المشروع تحس ان فيها نسبه حديد عاليه في التخانات، او لقيت مثلا القواعد عباره عن بايل كابز او قواعد صغيره جدا او التخانات فيها عاليه، او لقيت السلابز عباره عن مثلا هوردي فيها ريبس كتير متقسم غرف كتير جدا، فبالتالي بتعمل هالك كتير، بتزود الهالك يعني ممكن يوصل معانا ل 15%. لقيت المشروع سهل، الارض القواعد مثلا قواعد كبيره او لبشه، السقف كله فلات سلاب، العمدان لقيت ارتفاعاتها معقوله ما تهلكش معاك في الحديد في الارتفاعات، ممكن نسبه الهالك دي توصل 5% مش 15%. فدي انت اللي بتحددها. ممكن تحدد كمان بناء على الاستاف اللي عندك، هل انت عندك ستاف بروفيشنال يقدر يشغل الهوالك كلها، ولا ستاف تعبان ممكن ما يقدرش يشغل الهوالك. فكل الحاجات دي هتحطها في اعتبارك. هل ممكن الهالك ده يوصل 0%؟ اه ممكن، ممكن يوصل 0%. ازاي؟ لو انت بتجيب الحديد مقصوص ومتفصل جاهز، وده موجود في شركات خاصة بتديها انت المخطط، وبتدي لك بتوصل لك حديد لغاية الموقع بتاعك مقصوص جاهز ومتفرد ومتني ومتكسح ومتكرب وكل حاجة، وبتلاقي كده على كل حاجه في مجموعه حديد مربوطه في بعض مكتوب عليها الكود بتاع البيم بتاعها، اذا كانت بيم او قواعد او اعمده او حاجه. فهي طبعا انت مش بتقص حديد ولا بتهلك، هو بيجي لك الحديد جاهز، فبالتالي نسبه الهالك صفر. لكن في نفس الوقت الحديد ده اكيد اغلى من الطبيعي، يعني الحديد العادي ب 2500 اكيد ده هتلاقيه ب 3500 مثلا او 3000 حسب سعر السوق، ممكن بيزيدوا عليه نسبه معينه من سعر من طن حسب سعر السوق. فانت والله بتحسب تشوف الفرق بين سعر الحديد العادي وسعر الحديد الجاهز قد ايه، وبتحسب انت لو انت هتشتغل بنفسك هتحط على هالك قد ايه، وهتكلف عماله قد ايه، لان العماله عماله الحديد جزئين، عماله بتفرد وبتقص وبتكرب، وعماله بتركب. فانت العماله الاولانيه دي وفرتها خالص، فهتيجي مش هيبقى عندك بس غير العماله اللي هتركب، يعني هتوفر تقريبا اكتر من نص التشغيل وهتوفر الهالك كله. شوف التوفير بتاعك ده هيبقى يغطي فرق سعر الحديد ده ولا لا. لقيته مغطي، هات الحديد الجاهز. لقيته والله الحديد الجاهز سعره عالي عن اللي انت هتشتغله، لو اشتغلت بنفسك اشتغل بنفسك، وبرضه هتعمل في حسابك عامل الوقت، كل الكلام ده بتاخده في اعتبارك. تمام. ممكن يا جماعه ناخد اسئله في الاخر عشان بس ما نتوهش بره المحاضرة، ممكن؟ طيب، كده خلصنا بند الحديد وعرفنا ان انت لما بتغير سعره المشروع كله بيتغير. برضه بند الاسمنت نفس الحكاية، بتحط سعر الكيس اللي هو 50 كيلو. تحط سعر الكيس ال 50 كيلو، تمام؟ ده برضه زي ما اتفقنا، برضه ده مجرد ما سعر الاسمنت بيتغير هتلاقي كل حاجة بتتغير معاك. فيها اسمنت، كل حاجه فيها اسمنت، يعني مباني، حماره، الامور اللي زي دي. سعر الخرسانات، هتلاقي هنا اكتر انواع الخرسانات اللي بنستخدمها في المشاريع دي. طبعا دي كميه، يعني او بي سي دي خرسانه عاديه 250 كيلو، يعني 250 كيلو في المتر المكعب، 250 كيلو اسمنت في المتر المكعب، اكيد طبعا عارفين الموضوع. دي نسبه الاسمنت، فدي حسب نوع الخرسانه اللي انت بتستعملها موجودة. والله إذا قابلتك خرسانة غير كده خلاص حط سعرها، مش مشكلة حتى تغير اسمها، حط السعر اللي عندك وخلاص. طيب دي ثمن الخرسانة الجاهزة. أوكي، لو أنت عندك خرسانة، لو أنت مش بتستعمل خرسانة جاهزة بتستعمل خرسانة عادية بالكلة بالعمال، دي أنت بتضطر تحسب سعرها مانوال. شوف والله بتكلفك سن قد إيه ورمل قد إيه وأسمنت قد إيه ومية قد إيه وعمالة قد إيه، عمالة خلط قد إيه، بتشوف القيمة دي بتكلفك قد إيه وبتحط السعر مباشرة في الخانات دي. تمام؟ اوكي. بعد بند الخرسانة في بند الأخشاب. دي أنواع الأخشاب تقريبا اللي بنستعملها في المشروع، اللي هو التزانة الواحد في أربعة، واحد إنش في أربعة إنش.
العروق اللي هي 3 في 3. ال 13 دي اللي هي طوله، طوله 13 فوت يعني تقريبا 4 متر. اوكي، البلاي وود ال 18 مللي اللي هو عادة احنا عادة في الشغل بتاعنا ما بنستعملش التزانة في التطريح، بنستعمل بلاي وود على شقالات، يعني بتحط سكافولدنج على شقالات، وده الشغل الستاندر يعني. وقلنا قبل كده ازاي تعوض لو انت شغال شغل تزانة او شغل مصري بتطرح بالتزانة، ازاي تقدر تعوض في المساحات وتجيب عدد انواع عدد التزانة اللي انت بتستعملها. تمام. بعد كده في السكافولدنج والجاكات. هنا طبعا انت لما بتيجي تشتغل في مشروع حاجه من الاثنين، يا اما انت عندك السقالات اللي هتشتغل عليها، السقالات اللي احنا بنعملها شده اللي هي الشده المعدنيه اللي انت بتشتغل عليها، يا اما عندك، يا اما بتأجرها، يا اما تشتريها. طيب هل لو اشتريتها هتحمل سعرها كله على المشروع واحد؟ لو عملت كده هتلاقي المشروع سعره زاد جدا معاك، وأوريدي السقالات عندك بقت بتاعتك بعد كده. فانت قدامك حاجه من الاثنين، يا اما انت فعلا السقالات دي هتجيبها عشان بس هتشتريها عشان بس المشروع ده ومش هتستعملها بعد كده، فانت في الحاله دي برضو مش بتحمل كل ثمنها، هتحمل ممكن نص ثمنها. ليه؟ لان انت لو انت فعلا يعني هتشغلها المشروع ده بس ومش هتشغلها تاني، مثلا نويته خلاص، او مثلا خلاص نويت تقفل الشركه مثلا بعد ما تخلص المشروع ده، او انت اوريدي فاتح الشركه عشان خاطر مشروع كبير وبعد كده خلاص جه بعد كده مشروع او ما جاش انت اوريدي مستكفي، ففي الحاله دي انت ممكن بعد ما تخلص المشروع بتاعك تبيع السقالات. هتبيع السقالات ايه؟ مثلا بنص ثمنها. ففي الحاله دي انت هتحط سعر السقالات مش كل الثمن اللي انت هتشتريه بيه، حط نص الثمن. او في حاله تانية ان انت هتأجر، فلو انت هتأجر السقاله بتحط سعر التأجير اللي انت عارفه في يعني سعر المتاح في البلد، يعني انت لو بتأجر بالشهر، بتأجر بالاسبوع، بتأجر بأي اسلوب، بتحط سعر التأجير في المكان ده. سعر التأجير لإيه؟ للمتر المربع. يعني انت لو عندك 500 متر مربع سعر التأجير قد ايه للمتر المربع تقريبا؟ هو ده بيبقى سعر تقريبي. بتجيبه ازاي؟ انت ممكن يعني انت لو رحت لو انت كلمت اي سب كونتراكتور بيورد سقالات وقلت له اديني سعر المتر، هيقول لك انا مش بشتغل بالمتر، هيقول لك مش بشتغل بالمتر. امال بيشتغل بايه؟ بيشتغل بالتصميم، حسب اللي بيصمم لك السقاله، حسب الارتفاعات وحسب سمك السلابه اللي بيشتغل عليها اللي هيصب عليها، حسب الاسبانات بتاعته، وبالتالي بيدي لك سعر للسقاله، يعني يدي لك سعر شراء اذا كنت هتشتريها، ويدي لك سعر تاجير في الاسبوع. فانت بتاخد سعر التاجير للسقاله كله وتقسمه على المساحه وتحط سعر تاجير المساحه. تمام. او لو كنت هتشتريها حط سعر الشراء او نسبه من سعر الشراء زي ما اتفقنا. تمام، عشان بس ما تزودش الكوست اللي على المشروع، وانت كده كده هتشتريها حتى لو هتستعملها او هتاخدها لنفسك بعد كده، هي بتاعتك وتعتبر من ضمن ربح المشروع. يعني دي لو انت طلعت من المشروع بربح زائد عدد السقالات ده كويس جدا. تمام. زي ما قلت دي يعني سكافولدنج اللي هي الشده المعدنيه، سكافولدنج اللي بنشتغل اللي بنصب عليها بدل الشغل البلدي اللي هو بالعروق. تمام. البروبز اللي هي الجاكات برضو دي بدل العروق، دي بنحمل بيها البيمز. تمام. دي برضو بتأجرها، تحسب إيجارها بكام في الأسبوع وبتحط سعر الإيجار بتاعها. الأوبننج لينتلز ديت اللي هي العتبة اللي بتبقى فوق الباب أو فوق الشباك، دي بتحسب برضو سعرها، حتى لو بتعملها أنت في الموقع احسب سعرها كام. أوقات بتعملها في الموقع، أوقات بتشتريها جاهزة إذا كنت بتشتريها مثلا خرسانة أو حديد. طبعا الشراء اوفر كتير، يعني عاده الشراء من شغل الواحد لقيت ان الشراء اوفر كتير من انك تعملها. يعني انت عاملها دي محتاجه نجاره وحداده وعماله صب، في حين ان شراها انت بتشتريها وتيجي تثبتها في 5 دقائق على طول، حتى في السعر هتلاقيها اوفر. تمام. عندنا تاني اسعار البلوك اللي هو الطوب. دي تقريبا انواع الطوب اللي موجودة عندنا، اللي احنا حسبناها قبل كده، ال 20 سنتي وال 10 سنتي في السوليد اللي هو المصمت اللي هو بيبقى تحت الجسور،
في الهولو بلوك اللي هو الطابوق العادي اللي الطوب العادي اللي بيتبنى بيه الجدران برضه 10 20 سم و10 سنتي او اي نوع السوم كده. احنا دخلناه قبل كده لو نفتكر في خانة البلوك احنا دخلناه قبل كده السمك ده، احنا دخلناه يعني لو غيرنا السمك هنا هيتغير السمك عندنا هنا. بتحط له سعر الحبة كام؟ الواحدة كام؟ القطعة الواحدة كام؟ القطعة الواحدة سعرها كام؟ لأن هو بيدي لك الكمية اللي أنت عايزها، بيدي حسابك كمية الطوب اللي أنت محتاجها، فبالتالي بتحط له سعر القطعة الواحدة كام. وده الطوب المعزول الثيرمال، وده الطوب الهوردي اللي اتحط في السقف اذا كان 8 انش او 10 انش او 12 انش تقريبا. دي انواع الطوب اللي بنستعملها في الشغل بتاعنا. ولو عايز تغير تقدر تغير من البلوك، تغير في المنطقه دي، تغير العرض ده، فبالتالي الجزء ده هيتغير معاك حجم الطوبه كام. تمام. بعد كده ندخل على التشطيب الخارجي. اذا كان اي نوع تشطيب هتشتغل فيه، حجر، رخام، الارميد اللي هو روف تايل، او الجي ار سي اللي هو حاجه زي الجبس كده، الكرانيش الجبس، بس تكون جي ار سي بتكون مقاومه للرطوبه والهواء والحراره وكل حاجه، او دهانات زي ما اتفقنا. في اي نوع دهان انت محتاجه، مجرد ما تغيره فين في الفينيشنج، هتغيره هنا في الفينيشنج، في الاكسترنال فينيشنج، مش هتغير حاجه هنا، الاسم مش هتغيره هنا، انت هنا بس هتحط اسعار، هنا بس هتحط اسعار. الاسعار اللي قلناها دي سعر توريد المتر المسطح، اوكي. الحاجات دي كلها سعر التوريد. انواع التشطيبات دي جبناها منين؟ اوريدي احنا دخلناها قبل كده في الفينشنج، اذا كان انترنال فينشنج او اكسترنال فينشنج، اوكي. هنا بنحط اسعار المواد. طيب بنحط اسعار ايه تاني؟ بنحط اسعار الماتيريال اللي بنستعملها في الشغل كله. زي ايه؟ عندنا هنا حاجه اسمها الزيرو ثري. زيرو ثري يعني ايه؟ كاتب لك هنا يعني هي دي الفاين اجريجيت تو بي يوزد ان جلف اريا اند يوروب بات كان بي ريبليسد ويز بلاستر ساند ان ايجيبت. يعني دي احنا عاده دي زي الرمله في مصر عندنا، بنستعملها في المحاره او في السيراميك او في بناء الطوب. هي نفس الماتيريال المستعمله في مصر، بس هي في الخليج او في اوروبا دي بيسموها حسب التدرج الحبيبي بتاعها. دي بتكون 0.3 من ال 0.3 التدرج الحبيبي بتاعها، فبيسموها كده. يعني بتبقى رمله بس محمله تقيله شويه، بنستعملها في الرش بتاع المحاره، بنستعملها في البناء بتاع الطوب، فبنخلطها كمان برمله ناعمه. يعني الاثنين دول مع بعض نعوض عنه في مصر بانها رمله عاديه، نشوف سعر الرمله كام. تمام. وبتدخل سعر الايه؟ الطن، ما بتدخلش متر مكعب، لا دخل سعر الطن، الحسابات هنا على الطن. بتدخل كمان سعر الالف جالون ميه كام، اذا كنت انت لو انت في وسط البلد فالميه بتبقى شبه ببلاش، تبقى رخيصه. لو انت في صحراء او في منطقه ساحليه او بتاع، بتضطر تشتري عربيات ميه عشان كل حاجه في المشروع، فبتدخل سعر العربية تقريبا 1000 جالون، اللي هي ممكن تبقى 4000 لتر في مصر مثلا. تمام. ده سعر النايلون اللي هو بيتحط تحت الخرسانة العادية. في كذا نوع نايلون بيتحط، حط أسعار الرول. سعر الساعة بتاعة الشاول اللي هو اللودر، إن ده اللي بتستخدمه في الحفر والرد، حط سعر الساعة بتاعته. سعر الرملة اللي انت بتدفن بيها بعد كده الأرضية بتاعتك، انت بعد ما بتخلص التايبيم أو الجسور الأرضية بتاعتك، تحتاج تدفن المنطقة كلها من جوه، فبالتالي بتحتاج تجيب رملة. والله إذا كانت الرملة عندك في الموقع بتحطها، الرملة رخيصة، الرملة غالية، بتحط سعر المتر الطن بتاعها، سوري مش الطن، سعر العربية بتاعتها، العربية الرملة تقريبا بتبقى 16 متر. فانت بتحط سعر العربية. تمام. الرود بيز ديت هي الماتيريال البيز كورس اللي بيتحط تحت البي سي سي وتحت السلاب اون جراد. يعني لو انت عندك البي سي سي قبل ما تصبه المفروض بتدك الارض كويس جدا، بس عشان تدك الارض كويس لازم تدك على حاجة قوية. لو دكيت على الرملة هتفضل الارض برضه طالعة ونازلة حتى لو رشيت مية كتير.
لكن يفضل انك تحط نوع من الزلط المحمل شويه، الدك بتحطه على الرمله تدك بيه الارض كويس جدا. تمام، ده برضو بتحط سعر العربيه، عربيه الرمله ال 16 متر مكعب، العربيه تقريبا 16 متر. والله لو انت جبت عربيه كبيره مثلا، تقول انا هجيب عربيه تريلا مثلا 32 متر، يبقى تحط لو العربيه 32 لو كانت ب 600 مثلا، يبقى تحط هنا 300 مش 600 كله، لان هنا محسوب البرنامج حاسب على 16 متر مكعب تقريبا. تمام، ده سعر الفلور كفر. عاده لما بنخلص شغل ارضيات سيراميك او رخام او كده، بنحب نحمي الـ الارضيه بعد ما نخلصها عشان ما تتبهدلش. عاده لو هنشتغل كمان ديكورات في السقف او كده، فعشان الارضيه ما تتبهدلش بنغطيها. بنغطيها بايه؟ بنغطيها بالنايلون وعليه طبقه جبس بتنشف عليه، تقدر تتحرك عليه بعد كده بسهوله. وبعد ما تخلص شغل خالص، مجرد انك تشيل النايلون فالجبس بيتكسر معاك وبتقدر تشيل الكفر كله. فتقدر تحط سعر المتر المربع بيكلفك قد ايه، لان ده هيدخل في تسعير الارضيات. تمام، سعر السقالات الخارجيه اللي هي بتشتغل بيها المحاره الخارجيه برضو بتحسب سعر المتر المربع بتاعها كام. ايا كان بقى هتجيبها برضو سقالات حديد بالايجار، ايجار المتر، او لو كانت خشب هتكلفك قد ايه في المتر. تمام، اللي بعد كده دي سعر الويست ريموفنج، اللي هو لما يكون عندك لما بتيجي تحفر، عادة بتكون في طبقات كتيرة في الحفر. ممكن أول طبقة أو حاجة بتكون مش كويسة، فتضطر تشيلها من الموقع، أو إن أنت حفرت زيادة عن الردم اللي أنت استعملته. يعني أنت مثلا حافر بيزمنت مثلا دور تحت، هتودي الردم ده فين؟ لازم يتشال بره، ده سعر إزالته، سعر برضو العربية. تمام، بعد كده حاجة اسمها أنجي ترمايت. طبعا لو في حاجات من دي أنت مش بتستعملها، حطها بصفر. يعني واحد مش بيغطي مثلا الأرضية مثلا بعد ما يخلص، خلاص مش مطلوب منه يغطي الارضيه بعد ما يخلص، ما عندوش شغل في السقف، خلاص حط القيمه دي بصفر، خلاص هيحسبها لك صفر، انتهى. تمام، هنا حاجه اسمها انتي ترمايت. ده عاده في بعض المناطق بنحتاج ان احنا نعالج الارضيه كويس. نعالجها بايه؟ نعالجها ضد ايه الاول؟ ضد حاجه اسمها الرمه او النمل، او النمل الابيض. ده نمل ممكن يقول لك ممكن ياكل الخرسانه، ممكن ياكل الخشب، ممكن ياكل حاجه يعني مزعج جدا جدا، وبالذات على المدى الطويل. فانت بتعالج الـ المشكله دي بانك ترش تحت الاواعد بحاجه اسمها انتي ترمايت. اوكي، لو مش عندك برضه حطها بصفر، ما فيش اي مشكله. تمام، دي تحط سعر المتر بتاعها، وهو بيحسبها لك، بيحسب لك الكميات بتاعتها بعد كده قد ايه، والقيمه اللي هتكلفك بيها. عندنا بعد كده برضو من ضمن اسعار المواد اللي هي اسعار السيراميك اللي متوصف عندي. يعني انا مثلا عندي هنا، كان عندي زي ما اتفقنا نوعين سيراميك، كان في نوعين ب 40 فاكتب له 40، وكان في نوع تاني ب 25 اكتب له 25. ده الاسعار اللي في المواصفات. وكان عندي سيمنت تايل على السقف، ده كان ب 28. اوكي، فبحط له هنا الاسعار حسب المواصفات. تمام، كل نوع سيراميك او كل نوع رخام، يعني الرخام ده ب 250 اكتب له 250. انا كنت حاطط هنا في البنود التشطيب الداخلي قيمه السيراميك مع وانا بكتب عشان نبقى عارفين السيراميك ده من ابو كام. اوكي، عشان لما اجي دلوقتي في الاسعار احط التسعير بتاعي واحط الاسعار بتاعه المواد، اقدر احط القيمه بتاعتي. اوكي، في عندي كمان كل انواع التشطيبات اللي انا دخلتها قبل كده هلاقيها عندي هنا، ومحتاجه ان انا ادخل لها ايه سعر المتر بتاعها كام. تمام، حتى الوزارات السكيرتنج اللي هي بتكون على الداير الغرفه من جوه، اللي هي تبقى فوق السيراميك على طول، برضو بتحط لها سعرها، سعر التوريد بتاعها. كل ده سعر توريد فقط، كل اللي احنا بنقوله ده سعر توريد فقط. تمام، حتى التري شولد اللي هي العتبه اللي بتكون على باب الشقه او على باب الحمام، تحط سعرها بالمتر، حط شوف سعرها كام في المواصفات وحطه. تمام، نفس الموضوع للجدران. احنا كنا قلنا في الجدران عندنا سيراميك كان 20 في 30،
مش موجود سعره في الرسم، بس هو المطلوب ان هو سعره 35. اوكي، السيراميك 30 في 60 مش موجود برضو سعره في الرسم، بس كان مطلوب يكون ب 60. تمام. الدهانات، الدهانات دي سعرها انت بتحطه توريد وتركيب، يعني النقاش اللي بيشتغل لك بيدي لك السعر راكب على الحيطه. اوكي، فانت بتحسب السعر او بتجيب الاند دي، انت مش بند، انت كشركه مقاولات مش شرط تشتغل بنفسك، او حتى لو انت هتشتغل بنفسك يهمك تقريبا سعر المتر او تكلفه المتر عليك. حتى لو انت هتشتغل بنفسك احسب تكلفه المتر عليك مونه واجره مواد وعماله. فهنقول مثلا ان دهان الزيت اللي هو الاويل ب 6، الدهان البلاستيك اللي بيتغسل ب 8، الدهان الايبوكسي اللي هو اكريليك ب 16، الدهان الايميلشن اللي هو البلاستيك بس مش بيتغسل ممكن يبقى برضو تقريبا ب 7. لو عندك جبس بارتيشن، لو عندك اوضيه جبسيه، او الجدران اللي عندك مش بلوك مش طوب، لو الجدران اللي عندك جبس، زي مثلا لو انت بتعمل بنك او بتعمل دور او مبنى مكتبي مثلا، عاده ما بيحتاجش القواطيع اللي بين الغرف طوب، لانه بيبقى وارد يغير، وارد يحب يوسع حاجه، يضيق حاجه، فبالتالي بتعمل له القواطيع دي جبس. حط سعر المتر المربع. طيب احنا هندخل كميات الجبس دي فين؟ لو انا عندي مثلا المبنى من جوه مش طوب خالص، كله جبس، او في مثلا 3 4 غرف جبس او قطعه جبس، او 3 4 غرف او قطعه ازاز او خشب او اي حاجه، هدخل القطعه دي فين الكميات بتاعتها؟ هدخلها برده مع البلوك، بس فين؟ لو نزلت تحت بعد الثيرمال بلوك هلاقي حاجه اسمها ايه، جيبسون بارتيشن. نفس اللي عملناه في البلوك في الطوب هعمله في البارتيشنز، هدخله برده اطوال وارتفاع وعدد تكرار، ولو في اوبننج برضه هدخلها له. طب ده في الجبسون بارتيشن. طب لو عندي مثلا خشب هقول له والله وودن، اكتب له هنا وودن ونفس الموضوع. لو عندي ازاز هقول له جلاس بارتيشن ونفس الموضوع. لو عندي اي حاجه ثانيه هغيرها زي ما انا عايز. تمام، فبدخلها من هنا وبحط سعرها هنا. تمام، وهو هيتكفل بباقي ويحسب لي القيمه بتاعتها بالكامل وينزلها لي في البي او كيو. فاهم؟ السقف نفس الموضوع برضه، دي دهانات السقف الالتك، نفس الدهانات اللي احنا دخلناها في التشطيب الداخلي عند السقف هنلاقيها. تمام. الحاجه المهمه جدا كمان سبتها للاخر، العماله الليبر دي، العماله اللي بتشتغل معايا واللي بتاثر مباشره في سعر البند وفي التايم. اي كوست لاي مشروع بيبقى عباره عن نوعين من الكوست، يا اما كوست مباشر دايركت كوست او اندايركت كوست. كل اللي احنا بنعمله دلوقتي ده دايركت كوست، يعني التكلفه مباشره، ما فيهاش احتمالات. كميه حديد قد كده، وكميه خرسانه قد كده، وكميه اخشاب قد كده، لازم نجيب كل الحاجات دي لازم نجيبها، وكمان كميه عماله او كوست للعماله قد كده لازم نوفره. فال ال ال التكلفه المباشره هي عباره عن تكلفه كل المواد اللي مشتريها في المشروع، ودي لازم تتحسب بالتفصيل زي ما احنا حسبناها. عشان كده بقول لازم وضروري جدا تحصر مشروعك من اوله، لان زي ما قلنا لو جالك البي او كيو من الاستشاري وطلب منك تسعر، هو ممكن يجي لك كميات مفرده او كميات كامله على بعض. زي ما قلنا والله هقول لك عندك كميه خرسانه العمدان قد كده، فهتحط له سعر المتر بكام ازاي؟ يعني هتفترض سعر؟ هتعمل ايه؟ لا، لازم يكون عندك وسيله تحسب بيها بالتفصيل. فبالتالي لازم تحسب كل حاجه بالتفصيل، تحسب الحديد والخرسانه والعماله وكمان الاخشاب والهوالك اللي بتطلعها. يا اما كده يا اما هتحسب سعر تقريبي. انت ممكن تحسب سعر تقريبي، بس في الحاله دي بيبقى الموضوع تقريبي. وسعر تقريبي ده بنلجا له بس لو احنا محتاجين سعر سريع، عايز تعمل بادجت بسرعه. والتسعير التقريبي ليه اصول وليه برضو قوانين على فكره، يعني برضو حتى التسعير التقريبي مش
مش اي حاجه وخلاص. لا يعني من ضمن مثلا الحاجات المشهوره في التسعير التقريبي حاجه اسمها سيجما. بتسعر ازاي بالسيجما؟ بتجيب 6 اسعار، بتقول اللي هو اقل سعر واعلى سعر والسعر الموست لايكلي اللي هو المفضل او اللي هو منتشر او الدارج. السيجما دي عباره عن ايه؟ بتجمع او اقل سعر زائد اعلى سعر زائد 4 اضعاف الموست لايكلي سعر، السعر اللي هو الكومن الشائع. فبيبقى عندك في اخر 6 اسعار، ال6 اسعار، الستة دول تقسمهم على 6، الرقم اللي يطلع لك ده هو سعر السيجما، هو السعر التقريبي، وبرده ده تقريبي. وبرده اديك عملت عمليه حسابيه. يعني لو قلنا مثلا ان انت مثلا والله عادة مثلا العمدان سعر متر المكعب في العمود ممكن يوصل ل 2000، ل 2000 اوكي؟ لا ده انا مره مثلا اشتغلته مثلا ب 1200، طب هناخد ال 2000 ولا 1200؟ لا بس انا كان في، انا برضو كتير جدا كان في حدود ال 1700. طب اعمل ايه؟ يبقى زي ما قلنا ال 1700 في 4 زائد 1200 زائد 2000، الكلام ده كله اقسمه على كام؟ على 6، هتطلع لي 1666. ده يعتبر كأنه سعر ايه؟ تقريبي برضه، احنا لا حسبنا خشب ولا حسبنا حديد ولا حسبنا اي حاجه، تمام؟ فالاسعار التقريبيه طالما معانا حاجه تقدر تسهل لنا ان احنا نسعر سعر حقيقي، فنسعر احسن سعر حقيقي. الاستشاري هيدي لك البي او كيو ويقول لك اديني سعر، هتحط سعر تقريبي وهتلتزم بيه غصب عنك، حتى لو غلط، حتى لو غلط هتلتزم بيه. تيجي في الاخر تعمل كوست كنترول للمشروع بتاعك، ممكن تلاقي نفسك كلفته زياده او تلاقي بند خسر، تمام؟ فبالتالي يفضل ان احنا نحط اسعارنا بشكل دقيق. حتى دلوقتي تقدر بسهوله جدا، تقدر بسهوله جدا تجيب كل اسعار البنود ديت اللي هي المواد دي، يا اما عن طريق المورد بتاعك او قسم المشتريات، يقدر يجيب لك اي اسعار، تكتب له كشف بكل المواد اللي انت عايز اسعارها وبيجيبها لك، فبالتالي بتدخلها على البرنامج في 5 دقائق وخلاص، وانتهى على كده. الاسعار بتاعت الليبر تشارج اللي هي العماله دي اليوميات. العمال اللي هم ايه؟ النجارين، حدادين، بنايين، بتوع محاره، بتوع ارضيات او سيراميك، و اسمه ايه، نقاشين ومساعدين. دول العماله اللي بتاثر بشكل مباشر على الكوست وعلى الوقت. يعني لو النجار اتاخر هياخر كل اللي وراه، لو البنا اتاخر هياخر كل اللي وراه، تمام؟ وبتحط له كمان مع سعر العماله او اجره العماله اليوميه عددهم. طب عددهم ده انا بجيبه منين او بناء على ايه؟ هنعرف مبدئيا انت هتحط له عدد العماله المتاحه عندك او اللي تقدر توفرها، تمام؟ وهنشوف العدد العماله ده هيكفي في المشروع وهيخلص لك المشروع بشكل طبيعي ولا هياخرك ولا هيعمل لك مشاكل ولا اكتر من المفروض، تمام؟ الكلام ده كله هنعرفه في وقته ان شاء الله. احنا بس النهارده خلينا ناخد ندرس ونوصل لغايه ان احنا نعمل ميزانيه كامله للمشروع ونخلص التسعير، ونقول والله المشروع ده هيكلفنا النهارده ان شاء الله، هنقول المشروع ده هيكلفنا قد كده. اوكي؟ طيب عشان نكسب وقت لما ننزل في حاجات طبعا لسه ما اتحصلتش، مش هتحتاج مننا تعب وهي هتتحصل لوحدها، وهنشوف ازاي هي بتتحصل دلوقتي لوحدها. يعني لما ننزل على اول بند اللي هو بند الحفر excavation works، عندي الحفر وعندي الردم بالرمله اللي انا حفرتها وعندي ردم برمله جديده وعندي بند لإزالة الرملة اللي أنا مش محتاجها وعندي بند للرود بيز أو السن أو الزلط اللي أنا هفرده تحت القواعد وتحت خرسانة الأرضية
وعندي بند للانتي ترمايت او المقاومه او مكافحه الحشرات اللي تحت الاواعد، وبند مكافحه الحشرات اللي تحت الجراد سلام. تمام، انا هحسب الحاجات دي ازاي؟ انا مش هحسب حاجه من دي خالص، انا كل اللي هعمله ان انا هدخله طول وعرض الحفر بس، وهو هيكمل الباقي. طول وعرض الحفر يعني ايه؟ طول وعرض الحفر انا بشوف المنشأ بتاعي اللي انا هحفره قد ايه، ده تقريبا كان 15.5 15.5، وهشوف رفرفة الأواعد اللي عندي قد إيه، تقريبا كانت هنا نص متر وهنا نص متر، يعني متر من الطرفين. تمام، في الناحيتين، يعني 15.5 دي تبقى 16.5، وكمان عايز متر في كل ناحية عشان أشتغل فيهم، أحط تدعيم وأوي وأحط الخشب وأظبط الكلام ده كله. فعندي 16.5 ومترين، يبقى 18.5 في 18.5 تقريبا. كل اللي هعمله إن أنا هقول له 18.5 في 18.5 بس، خلاص. حسب ايه؟ ايه اللي حسبه لي دلوقتي؟ حسب لي كمية الحفر اهي. طب هو جاب الحفر منين؟ جاب السمك منين؟ عمق الحفر احنا اديناه له قبل كده فين؟ واحنا شغالين في الاعمدة، وادينا له كمان الليفل الايه، الزيرو ليفل اللي هنشتغل عليه، وادينا له ليفل الارضية قد ايه. تمام، حسب لي هو كمية الحفر، حسب لي اللودر اللي هيشتغل هديله كام، حسب لي كمية المية اللي هحتاجها عشان ارشها في مكان الحفر ده كله، حسب لي كمان تكلفة الدك لما اجي ادك، حسب لي القيمة النهائية، قيمة الكوست اللي عليا بالكامل، وقيمة الكوست للمتر، واداني سعر سعر النهائي. اداني سعر الاجمالي النهائي ده منين؟ يعني هو كوست اهو كان مثلا سعر المتر 4.8، ده الكوست عليا، التكلفة اللي أنا هدفعها من جيبي عشان أعمل البند ده. ده السعر اللي أنا هبيع بيه، اللي أنا هاخده من المالك. طب جاب لي السعر ده منين؟ ضرب القيمة، قيمة الكوست في نسبة معينة. النسبة ديت هنعرفها بعد كده بنجيبها ازاي. هو هنا ضربها تقريبا في كام؟ في 30%، ضرب في 1.3 يعني زود 30% تقريبا. جاب 30% بناء على ايه؟ من دماغه؟ لا مش من دماغه، دي احنا دخلناها له، بس هندخلها له امتى؟ هنشوف دلوقتي. تمام، نفس الحكايه، حسب لي والله، قال لي انت هتحفر الردمه ده، هتحفر كميه الحفر دي 753، ودي الرمله، الرمله اللي انت هتستعملها، اللي انت هتردم بيها، وهي اوريدي موجوده في الموقع. ليه؟ لان انا حفرتها، فقال لي انت هتردم الرمله كلها. تمام، طيب محتاج اجيب حاجه من بره؟ قال لي لا. طيب محتاج اشيل اي رمله مش محتاجها؟ قال لي لا. هو حسب الموضوع ده. طيب الرود بيز اللي انا عايزه ده، انا بدخله السمك اللي انا محتاجه، انا عايز احط قد ايه تحت الاواعد، احط قد ايه تحت الاواعد وقد ايه تحت السلاب انجريد. فلو انا مثلا عندي تحت الاواعد 15 سم وتحت السلاب انجريد 15 سم، بحط له هنا 30 يعني 0.3. تمام، لو انا عندي مثلا 10 و10 بحط له 0.2. تمام، لو عندي مفيش خالص بحط له 0. شفت لما حطيت له صفر يعني ما عنديش رول بيز اللي هي السن او الزلط اللي تحت الاواعد، قال لي يبقى انت في الحاله دي هتحتاج تورد رمله زياده تقريبا 45 متر. ليه؟ لان هو كان اصلا خاصم ال 45 متر دول من ايه؟ خاصم من السمك، من سمك الحفر كله، والردم اللي انا محتاجه كان خاصم منه قيمه الرود بيز. لما شلت الرود بيز بقى صفر، فبالتالي لازم اعوض برمل. اوكي، ولما اقول له والله ده انا عايز بس 10 سم، هيقول لي لا انت اديني، هات لي بس 21 متر على كميه الرمله اللي موجوده. تمام، لا انا عايز 20 سم، قال لي خلاص مش محتاج حاجه. تمام، طيب حسب لي كمان كميه الانتي ترمايت زي قلنا اللي تحت الفوتنج دي مساحتها اهي، ودي مساحه الانتي ترمايت اللي تحت سلاب اون جراد، وانا سعرها كنت حاطه في الكوست بتاعها عندي اهو، نزله لي، فبالتالي قال لي السعر اللي انت تطلع بيه هو ده. تمام، قيمه الاعمال بتاعت اللي هي الخاصه بالايرث وورك، المبلغ ده، ده السعر اللي انا هحطه، ده المكسب بتاعي، ده نسبه الاعمال دي من المشروع كله.
ما حصلش نص في المية، يعني 10,000 من 2 مليون لا شيء يعني. اوكي، ده بند الحفر. كل اللي انا عملته انا دخلت له طول في عرض للحفر ده، انا بدخله بنفسي. ليه؟ عشان انا عارف انا محتاج احفر قد ايه. ممكن يبقى عندي مثلا مش محتاج احفر مساحه كلها، ممكن يبقى عندي ترنشات، فبجمع له الترنشات دي قد ايه وبقول له مساحته كذا في كذا، لازم ادخل طول في عرض. تمام. لو عندك اي مساحه غير منتظمه خد متوسط بتاعها وحط طول في عرض. طيب، بعد ما خلصنا الايرث وورك اللي هو الاكسكافيشن هنخش على الكونكريت. انا مش هعمل فيه حاجه الكونكريت، انا بس هنا ده بوري لك هو سعر ازاي. لو شفنا اول من الاول هنلاقي ان هو كل البنود دي اوريدي احنا دخلناها له قبل كده في الحصر من القواعد العاديه والمسلحه والستراب بيم والنيك كولومز والتاي بيمز والسلاب انكراد والكولومز والبيمز في الدور الارضي والبيمز في المتكرر والبيمز طبعا بيمز وريبز وسلاب في الارضي والمتكرر والروف. ولو في عندي اي سبيشال كونكريت ورك زي المنارات او الدومز او البارابتس او البولز او التانكس واللينترز، الكميات دي كلها احنا دخلنا قبل كده كميات، وهو اشتغل حصر وحسبهم كلهم ونزلهم هنا. كميات الحديد برضو احنا كنا دخلنا له التسليح وهو راح حسب كميات الحديد ونزلها كلها هنا. عندي انا تقريبا دلوقتي كمية خرسانة تقريبا 534 متر مكعب خرسانة. عندي الحديد تقريبا 74 او 75 طن. سعره اهو. تمام. حسب لي كمان قيمة العمالة للمتر لكل بند، هو اللي حسب. اوكي، هو اللي حسب، انا ما دخلتلوش حاجه، انا دخلت له بس يوميه العامل كام بس، انا ما دخلتلوش حاجه تاني. ليه؟ لان هو يعرف الانتاجيات، هو يعرف انتاجيه النجاره قد ايه. انت عشان تحسب متر النجاره مثلا بتاعه القواعد بكام، معنى كده ان انت عندك لازم يكون عندك حاجتين، لازم يكون عندك العامل اجرته كام في اليوم، وفي اليوم ده بيطلع قد ايه. البرنامج عارف الحاجات دي. اوكي. دخل كمان حسب كمان هو قيمة الشدة، اوكي، اللي هنستعملها. حسب كمان لو في عندنا طوب خردي، حسب العمالة الهاندلنج اللي هي التشغيل شيل وحط وامور زي كده، حسب الخشب، الاخشاب بالكامل حسبها اهي. اوكي، قيمة الاخشاب دي هي قيمة هالك الخشب. ليه؟ لان انت هتشتري خشب وهيفضل عندك، فبيحسب لك الهالك اللي طالع منه قد ايه. تمام. يعني انت ممكن تكون شاري خشب مثلا ب 80,000، هو هنا كاتبه لك مثلا ايه 47,000. ليه؟ لان ال 47,000 دول كلهم هوالك اتهلكوا، حسب لك الهوالك بتاعت الخشب، وهنشوف برضو حسب ازاي. وبالتالي ادالك التوتال كوست اللي عليك في بند الخرسانات بالكامل، يعني السكيلتون بالكامل ده التوتال كوست بتاعك. اوكي، وادالك برضو سعر الكوست بالمتر لكل بند، وحسب لك السعر اللي انت هتطلع بيه البنود دي بالمتر، وحسبها لك توتال. تمام، وهكذا. اوكي، فبالتالي ادالك الاجمالي بتاعك الكوست، ادالك البرايس اللي انت هتحطه، وادالك البروفيت بتاعك بتاع البند بتاع اعمال الخرسانة. اوكي، اعمال الطوب المباني دي انواع الطوب اللي عندنا اللي جبناها من البلوك وورك. اوكي، حسب لك الكميه بالاريا، حسب لك كمان الفتحات او نص الفتحات اللي بيخصمها، حسب لك كميه الزيوزري او الرمله اللي احنا بنخلط بيها. اوكي، الكميات، حسب لك عدد الطوب لكل نوع. اوكي، ودي الاسعار اهي بتاعت كل نوع. حسب لك كميه الاسمنت اللي انت محتاجها لكل نوع. اوكي، حسب لك قيمه العماله في المتر لكل نوع. والله متر العماله في الطوب ال 20 سم السوليد تقريبا 19، في ال 20 سم العادي تقريبا 13، في الثيرمال تقريبا 14، برضه لانه عارف الانتاجيات قد ايه وعارف العامل دلوقتي بياخد كام.
برضو الرملة المية والرملة تمام. فبالتالي هيقدر يحسب لك التوتال كوست، يحسب لك سعر المتر، الكوست اللي عليك في المتر، وبالتالي السعر اللي انت هتطلع بيه البند ده تمام. ليه الحاجات دي كلها بقى هيستعملها، هيستعملها فين؟ هيحطها لك في كراسة الكميات، يعني سعر المتر وسعر البند هو ده اللي انت هتحطه في كراسة الكمية اللي انت هتقدمها للمالك، اللي انت هتحاسبه عليها كل شهر تمام. فهو بس هو احنا قبل كده كنا حاسبين كميات، دلوقتي هو بيسعر بقى. احنا قبل كده كل المحاضرات اللي فاتت قاعدين نحسب كميات، النهارده بنسعر، بنشوف هو ازاي سعر، حط الاسعار بتاعته تمام. فبالتالي محتاج يسعر لكل حاجه، محتاج يسعر اسمنت ورمله وميه وكل حاجه، وكم طوبه وكم كل حاجه بالسعر. اوكي معايا كده؟ مفهوم يا جماعه ولا لسه، ولا في حاجه نهدي شويه ولا في حاجه؟ ها يا جماعة في حاجة مش مفهومة ولا طيب عندنا برضو بند مهم اللي هو خزانات التحليل والصرف. يعني اللي ما يعرفش خزانة التحليل أو الصرف، هو أظن كلكم عارفينه، عادة في المناطق الساحلية ما بيبقاش في صرف صحي من الحكومة، فبنضطر نعمل لكل مجموعة فيلل أو كل مبنى أو حاجة خزان صرف. خزان الصرف ده عبارة عن غرف المياه المش نظيفة بتدخل في مكان، بتتخزن وبتتحلل وبتطلع في مكان تاني، من مكان تاني بتروح على حاجة اسمها الصرف السكوي. يعني ده خزان تحليل بتدخل فيه المياه ويروح على الخزان المدور ده اللي فيه، اللي بيعمل نوع من الصرف، بيصرف المياه دي، بيكون في فتحات بتتصرف بس بعد ما تكون اتحللت. دي عبارة عن غرف، غرفة A و B و C تمام. دي مساحتها بتعتمد على عدد الأشخاص اللي بيستعملوه. فدي انت بيكون في المواصفات بيقول لك والله انت عندك الخزان ده مثلا الأشخاص مثلا 30، فانت بتدور في الجدول ده على ال 30 حجم الغرف قد ايه، وكل اللي هتعمله انت هتدخله بس حجم الغرفة تمام. ده في حالة لو كان الخزان ده مبني بالطوب. لو كان مبني بالطوب هنعمله هنا كده، هنشغله هنا، والله هقول له والله الغرفة ايه دي كانت 3 متر بس، خلاص انا كده دخلت له ال 3 متر، هو حسب لي الخزان ده محتاج منك قد ايه خرسانة، قد ايه حديد، قد ايه عمالة، قد ايه طوب، قد ايه محارة، الكلام ده كله حسب لي الكمية كلها، واداني سعر التكلفة بالكامل في الآخر، قال لي والله ده هيكلفك 13,000 وشوية تمام. طيب لو كان الخزان ده كله خرسانة، لو كان الخزان ده كله خرسانة مش طوب، فبالتالي يبقى أنا مش عندي طوب، هخلي ده صفر زي ما هي، مش عايزه خالص، أروح أحطه فين؟ في الوولز تمام. أدور على تانكس، أهي، وهشتغل له التانك كانه حاجه عباره عن، كان هي التانك عباره عن ايه، عباره عن ارضيه وسقف زي السلاب، احسبها زي السلاب بالظبط، وجدران برضو زي السلاب، طول في عرض في سمك، طول في عرض في سمك، وتسليح في الاتجاهين فوق وتحت بس، يعني سلاب سلابتين فوق وتحت، واربع جناب خرسانه من الجناب، ولو في قطعين في النص كمان بنضيف، وخلاص على كده مفيش حاجه تاني. لكن لو كان طوب او مباني بحط له، بحطها في بند التسعير مع التسعير، خلاص. طيب بقينا المحاره، المحاره برضه هو دخل لي دلوقتي المساحات بتاعه البلاستر الداخلي، المحاره الداخليه، السقف الخارجي، وقال لي والله هتحتاج اسمنت قد كده في كل بند، ورمله وميه وعماله، ده سعر العماله في المتر، وبرده قيمه السقالات اللي انت هتقف عليها، السقف اكيد محتاج سقاله عشان تقف عليها، والخارجي محتاج سقاله تقف عليها، فده هتكلفني، دي قيمه السقالات، وده الاجمالي
ده اجمالي المتر، تكلفة المتر، ده سعر المتر اللي انا هحطه للمالك، ده الاجمالي السعر اللي انا هشتغل بيه. تمام، ادي بند المحار. نخش على بند التشطيبات. زي ما شفنا قبل كده بينزل لنا دلوقتي كل انواع التشطيبات بكمياتها، تمام، بالكميه كمان اللي هشتريها، لان المفروض ان مثلا لو انا لو عندي مثلا 100 متر سيراميك مش هروح اشتري 100، لا انا لازم على الاقل اشتري مثلا 105 او 110. تمام، فهو بيحسب نسبه هالك تقريبيه للسيراميك، وده سعره، سعر الشراء اللي انا هشتري بيه جابه منين، لان انا دخلت له فوق سعر التوريد. تمام، سعر التوريد هو بتاع السيراميكات. اوكي، فهو مجرد ان هو بس عرف سعر التوريد فكمل شغله على كده. ادي التشطيب، ونفس الموضوع خلاص، ادي سعر التوريد، ادي كمية الاسمنت لكل واحد، لكل نوع سيراميك، الرملة والزيرو ثري او الرملة والرملة، المية برضو، قيمة العمالة للمتر، الغطا اللي قلنا عليه قبل كده، الكفر بتاع السيراميك بتاع الارضية، ده الكوست بتاع البند ده، الايه تاني، الكوست للمتر لكل بند، وبرضو الاسعار. الكلام ده عملناه في ايه، في الارضيات، في الوزارات، كله نفس الموضوع، الحوائط، السقف، كله بنفس الاسلوب، الاوتسايد فينيش، التشطيبات الخارجيه اذا كانت ستون او ماربل او نفس التشطيبات الخارجيه اللي احنا حطيناها اوريدي في الاكسترنال فينيش هنا. تمام، الدهانات الخارجيه. ففي الاخر اداني الكوست بتاع التشطيبات كلها، البرايس اللي انا بحطه للمالك، الربح بتاعي من البند ده، كمان الايه، نسبة البند من المشروع كله. فوالله قال لي نسبة التشطيبات عندك 20% تقريبا من المشروع، نسبة كبيرة يعني، نسبة التشطيبات 20% من المشروع. اوكي، الأعمال الكهربائية لو تفتكروا جبناها منين، جبناها المرة اللي فاتت من الـ MEB، دي التكلفة اللي هو حطها لما احنا دخلنا له الداتا، لو تفتكروا هي 184,000 موجودة هنا اهي، أضاف لي عليها نسبة الربح وقال لي ده البند ده ربحه قد كده، وتقريبا 8.5% من قيمة المشروع. أعمال الصرف، أدي القيمة دي هي القيمة اللي هي 168,000، دي القيمة اللي جبناها برضو من أعمال الـ من الـ MEB، أعمال الصرف في MEB. تمام، هو عايز يضيف عليها كمان دلوقتي حاجة مهمة جدا، اللي هي المنهولز، اللي هي غرف التفتيش اللي هي بتبقى حوالين المبنى، اللي موصلة كل مواسير الصرف ببعض لغاية ما تروح للصرف الصحي بتاع الحكومة أو للسيرفيك تانك اللي بنعمله. فلو لو بنفتح برضو مخطط الصرف الصحي ونعد عدد المناهيل دي، نقول لها مثلا عندي 15 واحد بس، وبحط له كمان سعر الكفر بتاعه، لأنه عادة الكفر بتاعه بيبقى غالي، في منه حاجات 200 300 400 حسب سعر الحديد، حط له كمان سعر الكفر ده، يعني ده تقريبا نقول له 300 حسب السعر اللي عندك، يعني ما ترتبطش بأي سعر غير السعر اللي أنت هتجيبه، اللي هو سعر غطاء المنهول حسب المتوصف عندك في المواصفات. فبالتالي اداني إجمالي سعر الأعمال الصحية مع الكوست، سوري، مع نسبة الربح، مع الربح مع نسبة الأعمال الصحية للمشروع، قال لي 8% وشوية. تمام، طيب نيجي لأعمال العزل. أعمال العزل، ببص على مصفة العزل للمشروع بتاعي، عادة بيكون محطوطة في سيكشن زي ده. لو جيت بصيت على المصفة هلاقي بيقول إن أنا بعد ما أعمل السقف الخرسانة والبارابت هعزل إزاي، محتاج بعد الخرسانة على طول هحط لايت ويت كونكريت، خرسانة خفيفة، عادة بتقول خرسانة فوم، يعني فوم مع خرسانة بحيث تدي لك طبقة خفيفة من الخرسانة مبقاش حامل على السقف. بعد ما اعمل الخرسانة دي بحط له تو لاير اوف واتر بروفنج ممبرين. انا بتكلم عن المصفى اللي عندي دلوقتي، ممكن المصفى اي مصفى تانية تختلف، فبالتالي هتغير الشغل بتاعك حسب المصفى اللي عندك. معايا يا جماعة؟
كله شايف رسمة السكشن بتاع العزل. طيب قلنا ان احنا بعد خرسانة السقف بنحط خرسانة ميول اللي هي خرسانة خفيفة، وبعدين بنحط عزل، طبقتين عزل مائي اللي هو الممبرين، او زي ما بيقولوا في مصر في خيش مقطرا، او في برضو ممبرين موجود. بعد الممبرين بنحط عزل حراري بوليسترين 5 سنتي، وبعدين فوق منه بعد البوليسترين بنحط طبقة نايلون خفيفة، وبعدين نحط رمل وعليها الترازو أو البلاط الأسمنتي اللي احنا حطيناه في التشطيبات قبل كده. تمام. فالكلام ده ننزله ازاي في الواتر بروفنج؟ حاجة عند الروف، هو حسب لي المساحة اللي هتتعزل، لأن هي عادة هتكون مساحة الدور. تمام. ولو مش عاجبني المساحة اللي حطها لي وأنا عندي مساحة تانية أو حاجات تانية هتتعزل جنبها، أحط أكتب أنا المساحة اللي أنا عايزها. تمام. هقول والله الفوم كونكريت الماتيريال بتاعته قد كده. الماتيريال بتاعته بيكون عبارة عن أسمنت، يعني كل متر مسطح عبارة عن أسمنت ومية. تمام. فبحط له بس سعر ثمن الأسمنت وعليها مثلا 10% كمان مية ولا حاجة، أوكي، للمتر. وبعدين بحط له سعر العمالة بتاعة الفوم كونكريت دي برضه، عادة يا إما بتعملها بنفسك وتبقى عارفها، أو بتجيب مقاول بطن يعملها لك، مقاول عزل يعملها لك، وهو بيحط لك الأسعار دي. تمام. ودي كمان سعر الممبرين اللي هو العزل المائي اللي بيتحط ده، بتحط له سعر المتر. حسب الأسعار دي فهو بيحسب لك قيمة الأعمال. تمام. طيب لو أنا عندي كمان بوليسترين، يعني هو في المشروع هنا قال لي أنت عندك كمان بوليسترين اللي هو الخمسة سنتي، أقول له أنا كمان عندي بوليسترين، أكتب له المساحة. أوكي. طب وكمان بعد البوليسترين قال لي أنت عندك بلاط، البلاط أنا دخلته قبل كده فين؟ في تشطيبات بتاعة الروف، فاكرينها؟ ده هو السيمنت تايل، خلاص حسبته مرة خلاص مش هحسبه تاني. تمام. طيب لو قال لي والله ما عندكش سكريد، ما عندكش سيمنت تايل بس عندك خرسانة كمان فوق، خرسانة نظافة، احط له الكمية هنا اللي هي برضو المسطح، هقول ان هي سمكها مثلا اذا كان 10 سنتي اقول له 10 سنتي، او 7 سنتي اقول له 7 سنتي، وسعر العمالة قد كده، فبالتالي هيحسب لي كمياته. تمام. طيب انا عندي كمان عزل حمامات، هنا بدخله عدد الحمامات وسعر الحمام تقريبا، الحمامات تقريبا قريبة، هتبقى قريبة من بعض، فعادة المقاول بياخد السعر بالحمام. فاحنا عندنا كل دور فيه 6 حمامات و3 مطابخ، يعني 9 في 3 27، والميزانين فيه الميزانين أظن برضه نفس الحكاية. الميزانين 3 و3، يبقى 12 حمام و6 مطابخ، وفي 2 في الأرضي يبقى 14 حمام و6 مطابخ، يعني 20. هقوله 20. تمام. كده أنا خلصت العزل. أجي على البارتيشن، عندي بارتيشن ما عنديش، ولو كان عندي وكنت دخلتهم في البلوك في المكان ده كان إيه؟ كان ظهر لي. يعني لو كنت قلت له مثلا عندي هنا 30 متر بارتيشنز بالارتفاع ده، 30 في 3 بال 102 متر مربع مسطح، وده سعره. تمام. لو كان فيه، بس انا ما عنديش المشروع هنا، ما عنديش. اوكي. اجي هنا على الالومنيوم، الالومنيوم اللي هو الشبابيك اللي موجوده في المصفات اللي في الموجوده في الرسم. انا اوريدي دخلت له المساحات عشان تعرف برضو اي مقاول الالومنيوم بيسعر ازاي. هو كل اللي بيعمله ان هو بيحسب مساحات الشبابيك او الشبابيك او ابواب، لو كان عنده ابواب المنيوم، المهم بيحسب مساحات الالمنيوم اللي عنده للمشروع بالكامل، ويضربها في سعر المتر. سعر المتر ده انت بتقدر تساله عنه، او بيبقى السعر شائع
في المكان اللي انت فيه، او معروف والله سعر المتر الالمنيوم قد كده. اي نوع الومنيوم؟ في انواع كتير من الالومنيوم. انا هنا حاطط زي جدول فيه اسعار تقريبيه لانواع الالومنيوم الموجوده. طبعا الاسعار دي خاصه بالبلد اللي انا فيها، تقدر انت بكل بساطه تاخد المواصفات دي وتسال عليها، تشوف سعر المتر بتاعها كام، بحيث ان انت تقدر يبقى عندك الاسعار قدامك والكميات انت اوريدي دخلتها له قبل كده. لو تفتكروا في الشيت بتاع البلوكس، لو تفتكروا احنا دخلنا الطول والعرض والعدد بتاع الشبابيك كلها، فهو حفظها لي ما نساهاش، دخلها لي هنا تاني تمام، وقال لي بس انت ادخل انا سعر المتر فهو هيحسب. يعني انا كان سعر المتر هنا حط 400، فاداني الكوست بتاعي 39,740. لو كنت حاطط الكوست 600 سعر المتر، هتلاقيه غيره لي بقى 59 بدل 39 تمام. السعر ده بناء على ايه؟ بناء على المواصفه وعلى نوع الالومنيوم. دي انواع الالومنيوم تقريبا الموجوده، انواع الالومنيوم وانواع الزجاج تمام. عندك حاجه تانية غير دول؟ طبعا هتسال على سعرها وتحطه تقريبا. بس انا اللي عايز اقوله لك ان مقاول الالومنيوم او شركه الالومنيوم لما بتيجي تسعر بتسعر كده. فوالله لقيته ما انت بعت له المواصفات يسعرها لك، المحطات يسعرها لك، وتاخر عليك اسبوع واتنين وانت عايز تخلص المناقصه بتاعتك وتحط سعرك، تساله يا عم خلاص متشكرين مش عايز منك حاجه، قول لي بس سعر المتر كام؟ هيقول لك سعر المتر كذا، تحطه هتلاقي هيجي لك السعر بتاعك تمام. ادالك اسعار انت برضه تتاكد منه برضه سعر المتر كام وتقارن عشان كمان تعرف تفاوض. لقيته سعره الاجمالي مغالى فيه جدا، هتتكلم معاه بقى طب ليه، وسعر المتر بكام، حاسبه لي ازاي، الامور دي كلها تعرف تفاوض. بس انت كده خلاص يعني مثلا في الاخر هتقول له انت الكميه اللي عندك كلها قد كده، يعني انت خلاص انت حسبت كميتك بالكامل اهي، انت كمان حسبت الاجمالي كام متر مسطح في المشروع كله، هتقول له الحكايه كلها 99 متر مثلا. فسعرك ده بناء على ايه؟ خلاص عارف ان انت دارس المشروع وكمان دارس له شغله، هتلاقي التعامل بقى مختلف تمام. برضو بند الهاندريل، انت المفروض السلم الداخلي ده كله الاربع ادوار دول ليهم طول، فمجرد بس انت لو الالمنيوم ده ليه اسم، لو كان الهاندريل ده ليه اسم معين نوع معين، بتحط له الاسم بتاعه وتحط له الطول. لو مثلا عندنا احنا كل دور تقريبا فيه 10 متر تقريبا، يعني طبعا انت بتحسبها 10 في 4 10 في 5 ب 50 ارضي وميزانين وثلاثة اوكي، بتدخل له بس انت الطول، وبتدخل كمان سعر المتر برضه، يعني برضه دي كمان المنيوم بيتحسب بس بالمتر تمام. لو كان عندي في المواصفات دواليب بحط له برضه طولهم قد ايه او مساحتها قد ايه وسعر المتر. لو كان عندي دواليب مطبخ برضه بالمتر، اظن انتوا عارفين يعني دواليب مطبخ برضه بتتحسب بالمتر. فلو رحت تسال على دواليب المطبخ بيقول لك المتر بتاعه قد كده اوكي، المتر الطولي قد كده تمام. يبقى بقى لنا دلوقتي الابواب. الابواب احنا الكميه كلها اتحصلت قبل كده صح، هو نزلها لي اهو، انا ما كتبتش حاجه، هو نزلها لي بنفسه بالكامل. ما عليك بس ان انت بتدخل له سعر كل باب، سعر كل باب، ودي عاده بتكون موجوده في المواصفات. هقول لك والله انا عندي مثلا باب الشقه قد كده، باب المحل قد كده، باب الحمامات بقد كده تمام. الالمنيوم توريد وتركيب، ده سعر توريد وتركيب. الحاجات اللي هي بيشتغل فيها معاك سب كونتراكتورز بحط لك سعر، السعر اللي بيتحط هنا يبقى توريد وتركيب عشان انت ما انت بتجيبه يشتغل لك، اذا كان دهانات او الومنيوم او كهرباء او ام اي بي بالكامل، انت بتجيب سب كونتراكتور يشتغل لك، لان من ضمن الدايركت كوست بتاع اي مشروع السب كونتراكتورز او الاعمال اللمسم، الاعمال المقطعيات اللي انت بتطلعها من شركتك لاي مقاول باطن اوكي. في الاسعار اللي بتحطها هنا تكون سعر توريد وتركيب، لان انت ما بتعملش حاجه ورا منه، انت بتديله فلوس ويسلمك الشغل راكب، اذا كان دهانات او الومنيوم او ام اي بي بالكامل، اعمال الكتروميكانيك بالكامل تمام. فهنا احنا هندخل اسعار الابواب.
مثلا لو تفتكروا الجي دي 1 و 2 و 3 اللي هي كانت ابواب الخارجيه بتاعت المعرض اللي هي دي، تمام. بتشوف سعرها، هنلاقي تقريبا جي دي 1 و2 و3 تقريبا ب 4500. طبعا الارقام دي مش ثابته، انت حسب السعر اللي عندك، تمام. بتدخلها الجي دي 2، سوري الجي دي 4 ده باب الومنيوم، يعني حتى باب الالومنيوم ممكن تحسبه بالمتر، يعني انت عندك الباب الالومنيوم ده عباره عن 2 متر وربع تقريبا، في 400 في 400 تقريبا 900. اذا ادالك هو سعره خلاص حطه زي ما هو، ما ادالكش سعره افترضه بالشكل ده. الجي دي 5 اللي هو باب الحريق، هتلاقيه مكتوب عندك هنا ايه، عباره عن باب حريق، باب فاير ريت، عشان ده باب خارجي برضه في المكان اللي انا فيه بيلتزم بان الابواب الخارجيه، ابواب الشقق وابواب السلالم بالكامل تكون ابواب مقاومه للحريق، يعني لو حصل حريق لا قدر الله الباب ده قاوم الحريق لمدة قد إيه، بيوصي بي 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 بيها الدفاع المدني حسب المكان اللي أنت فيه، يا إما 60 دقيقة أو 90 دقيقة أو 120 دقيقة على حسب. الباب ده عادة بيبقى غالي. أوكي، الجي دي 6 اللي هي برضه دي أبواب ألمنيوم، 6 و7 و8 و9، هي الأبواب الخارجية اللي بره العمارة. طيب زي ما اتفقنا أنت بتجيب أسعارها عشان ما نضيعش وقتكم. هفترض ان باقي الابواب تمام، بحط الاسعار زي ما اتفقنا من المواصفات، تمام. ولو ما عنديش مواصفات انا ممكن افترضها، والميزه ان انت لما بتقدم بي او كيو بتحط سعر الابواب دي وبتثبتها، وطالما ما عندكش مواصفات تقول لك الباب بكذا، يبقى انت لما بتحط اسعارك يبقى انت هتلتزم بالاسعار دي انت والمالك، يعني ما يجيش يقول لك لا مش بعد ما تمضي العقد، لان البي او كيو بيكون جزء من العقد، تتفقوا ان البي او كيو جزء من العقد، لو حصل ان اللي حصل اي خلاف بينك وبين المالك والاستشاري بيكون البي او كيو فيصل بينكم، والله احنا متفقين الباب ده الفلاني ب 2000، ما تجيش تقول لي هاته ب 4، انا بدفع على 2000 ومقدم سعر على 2000 لو ما كانش موجود له سعر، لكن لو كان ليه سعر في المواصفه لازم تلتزم بسعر المواصفه. اوكي، طيب خلصنا الابواب، الجزء ده فيه التشطيب الخارجي، سوري مش التشطيب الخارجي، اللي هو الاعمال الخارجيه اللي هي زي لو في انترلوك او كربستون او زراعه او تربط زراعه او اسفلت او ماركينج، الكلام ده بتحطه. احنا عندنا تقريبا المساحه الخارجيه فيها انترلوك، المساحة الخارجية دي بالكامل، المساحة دي كانت كام؟ عبارة عن 21 متر، 21 متر في 18.5 تقريبا، بكام؟ ب 388، بس مش كلها طبعا لأن عندنا في منها مساحة المبنى اللي هو كام؟ اللي هو 15 تقريبا في 12. اتفضل عندنا تقريبا 210 متر، 210 ايه انترلوك، وسعر المتر ده سعر المتر كامل توريد وتركيب. الصوت في حاجة؟ واصل يا جماعة الصوت؟
اوكي كده احنا خلصنا تقريبا كل مشتملات المشروع. هنا بيبقى لنا بند السور باوندري وول. لو في سور، اذا في سور، اذا في سور انت بتدخله كميات، الكميات بتحسبها وتدخلها له هنا، يعني كميات الخرسانه ممكن تحسبها وتدخلها له هنا، خرسانه الخرسانه العاديه، خرسانه القواعد، خرسانه التهجين، الاعمده، البيمز، لو كانت موجوده. يعني اذا كان سور مبني بالخرسانه لو كان موجود حطه، حط الخرسانات هنا، تمام. بيحسب لك لو كانت القواعد قواعد صغيره، يعني عاده ستاندر السور بيبقى قواعد 80 في 80 وعمدان 20 في 20 تقريبا 20 في 40 او 20 في 30، حاجات ستاندر كده في السور ما بتتغيرش، فانا عامله على اساس ده. فانت بكل بساطه هتدخله طول السور. يعني افترض، لو افترضنا ان انت عندك سور 90 متر، مجرد ما هتدخله 90 متر هيحسب لك الخرسانات لكل جزء بالكامل، هيحسب لك المباني الطوب قد كده بالزيرو تري بالاسمنت بالعماله بكل حاجه، هيحسب لك المحاره بتاعت السور بالكامل، تمام، وهيحط له سعر البوابه لو في بوابه، تمام، فهيدي لك سعر، السعر الاجمالي للسور لو افترضنا ان سعر البوابه 5000 بس. اوكي. لو القواعد كبيره او حاجات غير شويه، غير ال 80 في 80، يعني انا زي ما بقول لك ان ده متصمم على انه سور عادي، قواعد 80 في 80 وعمدان صغيره، يعني شغل سور عادي خالص يعني، تمام. بس انت بتدخل له الطول، وبتدخل له ارتفاع السور، وبتدخل له المسافه بين العمود والعمود، لان لما بتغير المسافه طبيعي، لو اتغيرت المسافه بين العمود والعمود فالقواعد كميتها بتتغير. يعني لو كانت 3.5 بين العمود والعمود، لو كانت 2.5، شايفين هنا، القواعد مساحتها او كميتها كانت 2 متر، 6 متر و17، 6 متر مكعب و17 من 100، لو اصبحت المسافه 2.5 بقى 3.5 اصبحت 8.64، فكميه الخرسانه بتزيد كل ما تقلل المسافه بين العمدان. اوكي، فده الكلام ده لو في سور، احنا ما عندناش سور، تمام كده. يعني دي بس دي وسيله سريعه لحساب السور. طيب يبقى انا بعد كده ايه الحاجات اللي هي لمسم. طيب من ضمن زي ما قلنا الدايركت كوست اللي عندنا في المشروع، اللمسم او اعمال السب كونتراكتورز اللي بيشتغلوا معاك. هنحط دلوقتي في اعمال لمسم لازم نحطها تبقى اساسيه في المشروع عندك. دي بتبقى بتحطها حسب الشركه اللي بتشتغل فيها او الاحتياجات اللي بتحتاجها في الموقع بتاعك. من اهم المواد دي الموبايلزيشن. الموبايلزيشن هي بدايه الاعمال اللي عندك في الموقع، عشان انت تعمل حركه تنقلات للموقع. بتعمل ايه؟ بتخطط الموقع بتاعك، بتعمل سور محوط الموقع، بتعمل اماكن تشوين، اذا كان في مبيت للعمال، اذا كان في مثلا مكان مثلا للدايننج للغدا، ميس للمهندسين، غرف مهندسين، الامور دي كلها. بتجيب كرين، بتأجر، يعني الحاجات اللي انت بتشتغل بيها اللي ما تبقاش بشكل مباشر، يعني بشكل مباشر منفصل، مش خرسانه مثلا، بس هي حاجات بتساعد عشان تعمل بيها شغل. فالموبايليزيشن ده لازم ليه سعر، بالذات السور الخارجي للمشروع لما بتيجي تعمل سور حمايه او علامات ارشاديه، الامور دي كلها بتبقى تدخل تحت بند الموبايليزيشن. دي ليها سعر، بتقيمه تقريبا كام حسب كل اللي انا قلته ده، تحسبه تقريبا قد ايه وبتحطه. هنفترض مثلا ان احنا حطيناه مثلا 70,000 مثلا في مشروع زي ده. بتحط سعر السايت اوفيسز، المكاتب بتاعه الموقع اللي انت بتجيبها، المكاتب وتجهيزاتها والامور دي كلها، للمكاتب المهندسين المقاولين، مكاتب الاستشاري، مكاتب للمالك، كل الحاجات دي بتحط سعرها. هنفترض ان هي 50,000. الساين بورد بتاع المشروع، تحتاج تحط لوحة تعريف للمشروع، تحط برضو سعرها اللي انت بتجيبه من اللي بيصنعها لك، هنفترض انها 10,000. طيب بند بعد كده بند الديوترنج. هل عندك ديوترنج في المشروع؟ عندك نسح ميه؟
اذا كان فيه بتحط سعره، سعره ده بتجيبه منين؟ بتجيبه من المقاول المواطن اللي بيشتغل معاك، تمام؟ لو ما فيش خلاص ما تحط السعر. طيب احنا ما عندناش في المشروع. طيب اذا كان في شورينج، لو في سند جوانب حفر، فالمشروع ده بتعمله بيزمنت او في عمق معين وبتحتاج تسند جوانب الحفر، لو في هتحط سعره من السب كونتراكتورز بيشتغل معاك، لو ما فيش خلاص مش محتاجين بنحطه بصفر. البايلينج، لا الموبيلايزيشن ملوش رقم بالمتر، انت بتشوف الكميات الحاجات اللي انا قلتها دي كلها عندك. لو اسمه ايه، سور خارجي هتعمله قد ايه، عندك كامبر العمال اللي ما عندكش، عندك كل الاحتياجات اللي انت اللي بتلزمك عشان تعمل اعاشه جوه الموقع، فاهمني؟ زي ما قلنا هنا. بعد كده البايلينج، بتجيب بتشوف عندك بايلينج ولا ما عندكش. طب احنا عندنا في المشروع بايلينج؟ اه في بايلينج في المشروع، تمام. البايلنج ده ليه سعر، هتجيبه منين؟ قلنا هنجيبه من السب كونتراكتور. والله قال لي سعر البايلنج بتاعتك تقريبا 200,000. اوكي طيب، انا في بندين مهمين كمان في البايلنج لازم اعرفهم، عايز اعرف هما كام واحد، كام بايل، تمام، والشركه بتعمل لي كام بايل في اليوم. فتقريبا حسب المشروع هنا هما تعد طبعا البايلز اللي عندك، هما تقريبا 26 او 27 بايلز، والشركه قالت لي انا هعمل لك في اليوم 2 بايل. ليه انا عرفت، ليه انا محتاج اعرف الحاجات دي؟ عشان اظبط الجدول الزمني بتاعي. طب في الدوترنج والشورنج مش محتاج اعرف حاجه زي كده عشان اظبط الجدول الزمني؟ ما انا دخلت له قبل كده مساحه الحفر، حفر كام في كام، والعمق. فهو لو انا قلت له رقم هنا هو هيعرف يحسب الوقت قد ايه، تمام. لو انا قلت له والله انا عندي في ووترنج، يعني هحط له سعر، لازم احط له سعر، هنفترض مثلا 50,000، هو خلاص هيعرف الوقت، هو هيعرف دلوقتي يحسب وقت الووترنج ده محتاج قد ايه. لو قلت له كمان شورنج مثلا 60,000، هو هيعرف يحسب وقت الشورنج قد ايه، تمام. البايلز انا لازم اقول له والله الشركه بتعمل لي في اليوم كذا بايل. طيب البند اللي بعد كده اسمه الاكويبمنت والسيرفيس ليبر، يعني الحاجات المعدات اللي انت بتجيبها في الموقع تساعدك، وفي نفس الوقت ما تقدرش تحسبها على المالك بند. ما تقدرش تقول له والله انا جبت 50 عامل مثلا للنظافه، ما ينفعش. ما تقدرش تقول له انا جبت كرين يشيل لي يرفع لي مواد، ما ينفعش. انت دي تعتبر كانها مصاريف غير مباشره، اندايركت كوست، ما تقدرش تقول تحاسب عليها المالك، بس انت بتحطها في الكوست بتاعك عشان تبقى عارف، تمام. هتفترض مثلا انت في المشروع بتاعك محتاج تاور كرين، سي ان انت محتاج تاور كرين في المشروع. طب التاور كرين ده يا ترى هتحط سعره بالكامل على المشروع؟ زي ما قلت قبل كده، لو التاور كرين انا هشغله في المشروع ده وابيعه، اشوف هبيعه بكام واحط تكلفته. اشوف انا لو انا شاريه مليون وهبيعه بنص مليون، يبقى انا هحط تكلفته نص مليون عليه، تمام. اضطريت اجره وهشوف ثمن ايجاره كام واحطه. اوكي هفترض مثلا هو هيكلفني 50,000 في المشروع، الكلام ده بحسبه زي ما قلت اهو، بحسبه ايجاره كام، لقيت مثلا هاجره في الشهر، مثلا في الشهر تقريبا ب 20,000، انا محتاج كام شهر؟ هفترض اني محتاج 10 شهور، انا بفترض اهو. طيب 10 شهور في 20,000، لا انا عايز 200,000، لان انا بسال على ايجاره وببقى عارف انا شغلي محتاجه في قد ايه، هعرف شغل ده قد ايه في فتره مده المشروع بتاعتي قد ايه، هنعرفها من الكنترول اللي هنعمله كمان شويه او ان شاء الله المره الجايه، تمام. في بنود بعد كده بقى زي الستانلس ستيل، لو انا عندي ستانلس ستيل، لو عندي تانكس خرسانه كان هيدخلها لي في الوولز، في الـ من هنا زي ما اتفقنا قبل كده. الفاير سيستم هو خلاص حطه زي ما حسبناه قبل كده. الاير كونديشنز احنا كنا حاسبينه المره اللي فاتت، هو نزله زي ما هو. لو في اليفيتور حط له سعر، اه في اليفيتور، سعره كام؟ سعره 120,000، تمام. في سلم حديد من بره، اكيد في سلم عشان يطلعني فوق الروف، مثلا ده ب 5,000 موجود في الرسم. في ستيل ستراكشر ورك، لا مفيش عندي.
في جاربج شوت، اه في الرسم جاربج شوت اللي هي دي في الغرفة بتاعت الجاربج اللي هنا. اوكي هنا اهي شايفين الشوت ديت، دي بتنزل في كل الادوار، بتبقى موجودة في كل الادوار، بحيث اي حد بيرمي عايز يتخلص من الفرمة بتاعته بيرميها في في الشوت ديت، زي اسطوانة كده بيفتح بيها، بتنزل لغاية الدور الارضي، بتقابل على بتقابلها على طول. زي عربية قمامة، تمام. موجودة، سعرها كام؟ سعرها انا جبته من السب كونتراكت بتاعها، السب كونتراكتور قال لي والله دي ب 40,000 مثلا، تمام. اي بند اضافي بقى عندي، اي بند اضافي موجود عندي مش موجود في الـ في الـ في اللمسه اللي قدامي ديت، ولا في التسعير والكميات اللي خدناها اللي حطيناها ولقيته موجود في المشروع، اي بند، اي بند بحط هنا اسمه وبكتب وبحط سعره، بس مش اكتر من كده، مفيش اكتر من كده. كده انا كده خلصت تقريبا كل المصاريف المباشره في المشروع. طيب في عندي حاجه اسمها consultant fees، اتعاب الاستشاري. عادة في أي مناقصة بيجي الاستشاري يقول لك تعمل حساب أتعاب استشاري 2% أو 3% أو 5% من قيمة المشروع. القيمة اللي بيقول لك عليها حطها، يعني في قيمة بيقول لك عليها حطها، قال لك مثلا 5%، 3%، 4%، قال لك 4% في المشروع ده، فتعمل حسابك 4% أتعاب استشاري. ليه؟ لأن دي مصاريف هتتصرف، ما تقدرش تتجاهلها، بس في نفس الوقت ده مش هيبقى بند في البي أو كيو بتاعك، تمام. ده مصاريف مصروفة من الكوست بتاعك، بس مش بند. اوكي، ولا في مصاريف تانية، مصاريف رخص او مصاريف برضو خاصة بالاستشاري اذا كان اوفر تايم لي او بتاع، تفترض حاجة تخريبية للمشروع، تمام. ده اذا كان فيه كده. خلصنا المصاريف المباشرة في المشروع، خلصناها بالكامل، كل الكوست بتاعنا عرفناه، فلقينا ان الكوست الدراي كوست اللي احنا حسبناه ده كله بالكامل عبارة عن 3,401,000. 3,401,000 ده الدراي كوست بتاع المشروع بالكامل. اوكي، دلوقتي محتاج احط على الكوست ده الاوفر هيد والربح بتاع الشركة. نحاول نركز شوية في النقطة دي، عايز احط الاوفر هيد والهوالك وأرباح الشركة. عندنا نوعين من الأوفر هيد، نوع اسمه بروجكت أوفر هيد ونوع اسمه أوفيس أوفر هيد. إيه الفرق بين الاتنين؟ البروجكت أوفر هيد ده هو قيمة الأوفر هيد اللي خاص بالمشروع لحاله، مشروع في المشروع بس، يعني المصاريف اللي انا بصرفها بشكل غير مباشر، مش على ماتيريال ولا على عماله، لا بصرفها على ايه؟ بصرفها رواتب مهندسين ورواتب ستاف جوه المشروع، يعني المهندسين والستاف اللي بيخدموني جوه المشروع. بصرفها على الاعاشه اللي جوه المشروع، اذا كان مثلا عندي مصاريف تنقلات، يعني المهندسين مثلا ليهم سيارات، الاستاف اللي بيجي ليه اتوبيس، العمال ليهم اتوبيسات تتحرك بيها، الحاجات دي كلها اللي خاصه بالمشروع، يعني الحاجات دي ما بتخدمش الشركه كلها، لا بتخدم لي المشروع بس. اوكي، ده اللي هو البروجكت اوفر هيد، كل ما هو خاص بالمشروع. دي عباره عن ايه؟ كام؟ هلاقي ان انا بقول ان قيمه الاوفر هيد، مش انا اللي بقول، الكتاب اللي بيقول قيمه الاوفر هيد اللي خاص بالمشروع بيتراوح بين 5 ل 15%، يعني رواتب مهندسين ورواتب ستاف وتنقلات مهندسين وستاف وعماله وسكن عماله وكمان سكن المهندسين، لو المهندسين دول في مكان بعيد، واعاشاتهم للمشروع ده، وكمان قيمه تكاليف التليفونات والفاكسات والانترنت الموجوده للمشروع، كمان مصاريف الكهرباء والمية، كل الحاجات الخاصة في المشروع كتكاليف
بحطها في البروجكت اوفر هيد الخاصة بالمشروع، مش الخاصة بالشركة، الخاصة بالمشروع. وبنقول ان قيمة الاعمال دي، قيمة البنود دي كلها بتتراوح بين من 5 لـ 15% من قيمة المشروع. يعني لو انا عندي مشروع بمليون، يبقى المفروض ان الحاجات دي كلها تكلفني في السنة من 50 لـ 150 ألف. لو أقل عن، لو أقل من 50 ألف، يبقى الشغل مش هيمشي، لأن أكيد التكلفة قليلة جدا. لو أكتر من 150 ألف، يبقى أنا كده مكلف أوفر هيد زيادة ملوش لازمة. أوكي، لو أنا عندي مشروع بـ10 مليون، يبقى إحنا بنتكلم من 500 ألف لمليون ونص مصاريف، مصاريف الاوفر هيد للمشروع. تمام، لو اقل من 5% يبقى المشروع ناقصه مصاريف مشروع. لو اكتر من 15%، لا يبقى انا كده جايب ستاف زياده، او عامل، او عامل عامل لهم مميزات اكتر من الطبيعي، او جايب ناس ملهاش لازمه. تمام، فانا هل احط نسبه ولا احسب؟ والله في حاله المشروع انا اقدر احسب بكل بساطه، احسب عندي كام مهندس، كام فورمان، كام حد في الستاف، التنقلات قد ايه. يعني لو اخذنا مثال، مثلا المثال ده من كتاب ال Construction Project Management. الكتاب ده برضو من الكتب المفيدة، فيها بقية الكلام اللي احنا قلناه، بالذات في الكوست كنترول والتايم كنترول، وان شاء الله هنقول هنتكلم فيه بعد كده. يا ريت تقدروا تنزلوا، او انا ان شاء الله هبعت لكم نسخة من الكتاب. مثلا ده هنا بيحسب الاوفر هيد المباشر، اللي هو بروجكت اوفر هيد. البروجكت اوفر هيد قال لي والله انا عندي بروجكت مانجر مرتبه قد كده، في الوقت اللي هشتغل نشتغل في المشروع قد كده، عندي اليوتيليتيز اللي هي الكهرباء والتليفون والفاكسات قد كده، في الوقت قد كده، عندي اوفيسز بقد كده في الشهر، عندي الشيد قد كده، عندي تنقلات قد كده، عندي ووتر تانك سيرفيس قد كده، عندي تيستنج قد كده، عندي ريموفنج ريموفنج الماتيريال قد كده. الحاجات اللي احنا حسبناها قبل كده مش لازم نتكلم فيها تاني. الحاجات اللي هي طول ما احنا شغالين بنحتاجها، الفوتوغرافيز، الصور اللي بنشتغل اللي بنصورها بشكل دوري وبنطبعها على طول عشان نعرضها ونعمل تقارير بقد كده، الكمبيوترز بقد كده، اعمال السيرفينج قد كده، المساحه، البروجكت انشورنس اللي هو تأمين الموقع، تأمين العمال، الفيرست ايد، اسعافات اوليه، العلامات الارشاديه، الفنس، كل الامور اللي هي خاصه بالمشروع نقدر نحسبها بالتفصيل. هيكون ده هو ده الاوفر هيد الخاص بالمشروع، زائد لو في ستاف تاني، اذا كان في مهندسين، اذا كان في عماله خدميه تاني، كل الكلام ده بنقدر نضيفه وبنحسبه، يتحسب معانا بكل سهوله. بنحسب والله هتكلفنا في الشهر قد كده، المشروع بتاعنا تقريبا 10 شهور، فبالتالي اقدر اعرف الكوست بتاعنا قد ايه، البروجكت كوست قد ايه. لقيته طالع مثلا 200 ألف، يبقى انا عرفت تقريبا 200 ألف من ال 300 اللي انا حسبتهم من شويه، يعني تقريبا 7%، فهحط له 7%. طلع 300 ألف، يعني تقريبا 10%، احط له 10% حسب اللي هيطلع معايا. اوكي، اقدر احسب بسهوله، يعني ده حاجه ممكن تتحسب بسهوله. الشيت ماله؟
لو البروجكت اوفر هيد مش موجود في الشيت هنزل لكم شيت تاني. خلاص انا هنزل لكم، هبقى انزل لكم تاني شيت تاني، هقول لكم في تعديل وانزله لكم تاني. عموما لو حتى مش موجود في الشيت هتلاقي في الشيت اللي في الشيتات اللي معاكم كلها فيها نسبة بتتحط مرة واحدة. هوريكم بتتحط ازاي برضه. طيب خلصنا كده البروجكت اوفر هيد وعرفنا ان هو بيتراوح بين ايه وايه وعرفنا ممكن تحسبه ازاي. طيب عايزين دلوقتي نحسب الاوفيس اوفر هيد. ايه هو الاوفيس اوفر هيد ده؟ اللي هو بتاع الخاص بالشركة، يعني انت الشركه الام بقى الرئيسيه اكيد ليها نسبه من المشروع ده، يعني نسبه مصاريف الشركه دي، نسبه من مصاريف الشركه دي لازم رايحه للمشروع ده. تمام، يعني هي عندها 3 4 مشاريع، كل مشروع من دول بيصرف على الشركه. مفهوم كلامي؟ تاني الاوفيس اوفر هيد اللي هو الخاص بالاوفر هيد بتاع الشركه، يعني النسبه من نسبه من ربح الشركه دي او نسبه من الاوفر هيد بتاع المشروع ده لازم يصرف على الشركه، لان طبيعي اي مشروع في الدنيا اي شركه في الدنيا بيبقى واخده مشاريع عشان تصرف على نفسها وعلى الاستاف اللي عندها. يعني مثلا واحد محاسب في الشركه الام ده ملوش علاقه بالمشروع، يعني هو ما بيشتغلش جوه المشروع، لكن من غير ما هو قاعد في الحسابات اللي في الشركه الرئيسيه المشروع مش هيمشي. ليه؟ لان انت ما بتعمل اوامر توريد او بتعمل طلبات شراء بتروح للحسابات وبتروح للمشتريات وبتروح الحاجات دي، الناس دي ممكن ما تبقاش موجوده معاك في المشروع لانها ممكن بتخدم على 3 4 5 مشاريع الشركه بتشتغل فيهم، فلازم نسبه من المشروع ده، نسبه من الاوفر هيد المشروع يروح للشركه. النسبه دي زي ما هي برضه زي الكتاب ما بيقول من 2 ل 8%. يعني لو انت معاك مشروع ب 10 مليون تعمل حساب الشركه في 200,000. على فكره انا بتكلم في السنه، لو المشروع بتاعك لو انت الاعمال بتاعتك قيمتها 10 مليون في السنه يبقى الشركه على الاقل من 200,000 ل 800,000. اقل من 200,000 قليل، اكتر من 800,000 كتير. يبقى انت جايب عامل شغل، عامل تكاليف في الشركه بتاعتك وحاطط اداريين كتير في الشركه بتاعتك وحاطط ستاف كتير في الشركه بتاعتك ملوش لازمه. اخرك 8% واقل حاجه 2%، لان اقل من 2% هيبقى الناس اللي هي بتكلفك 2% دول مش هيقدروا على كميه الشغل اللي عندك. مفهوم؟ برضه دي ممكن تتحسب. والله لو انت عندك الشركه بتاعتك دي بسهوله جدا تتحسب، انت عندك ستاف في الشركه بتاعتك قد كده، عندك برضه ايجار للمكتب بتاع الشركه او لو كان كذا مكتب، عندك رواتب موظفين بالكامل اذا كانت اداريين اذا كانوا مهندسين مكاتب فنيه اذا كانوا حتى اذا كانوا اوفيس بويز، مصاريف مكتب، تجديدات بتعملها، تنقلات للناس دي كلها اذا كان برضو في سكن للناس ديت، كل المصاريف دي كهرباء وميه وفاكسات وتليفونات وانترنت، كل الحاجات دي مصاريف للاوفر هيد بتاعت الاوفيس دي لازم تضيفها على تكلفة المشروع. مفهوم؟ ايا كان بقى الشركة عايشة على مشروع واحد، عايشة على مشروعين، انت بتضيف النسبة دي بتحسبها وبتضيف النسبة دي. يعني لو عندك المصاريف دي مقسومة على مشروعين شوفها والله المصاريف دي كام واقسمها على مشروعين هنا وهنا. الشركة عايشة على مشروع واحد كبير يبقى المشروع القيمة اللي هتطلع لك دي حطها في المشروع الكبير ده، مشروع واحد. مفهوم الكلام؟ الكلام ده مهم جدا لانه فعلا بيبين لك يعني ايه اوفر هيد، يعني ايه مصاريف غير مباشره، يعني ايه تصرف المشروع يصرف على الشركه، يعني ايه الستاف في الشركه يبقى حجمه قد ايه، ما يقلش عن ايه وما يزيدش عن ايه. تقدر تعمل كنترول ممتاز لما تعرف تحدد الحاجات دي كلها. ما تعملش تنظيم هيكل تنظيمي للشركه بشكل كبير وانت ما عندكش مشاريع تكفي. مفهوم؟ ما تعملش هيك تنظيم قليل في شركه فيها مشاريع كبيره مش هيمشوا الشغل. اوكي، فده مبين لك الحدود اللي بتشتغل فيها. طبعا الحدود دي بتكون هي الحدود المدروسه والستاندر الكونستراكشن بروجكت مانجمنت باني عليها معادلاته كلها.
وبالتالي السي ام اس بتاعنا باين عليه معادلاته كلها برضه. تمام. بعد كده لو في ضرائب، يعني لو في ضريبة للدولة بتاخدها بتعمل حسابها إذا كانت نسبة من الربح أو نسبة من الأعمال، حسب لو في ضريبة مبيعات بتحطها على الماتيريالز كلها اللي بتجيبها، ضريبة ربح لازم تضيفها لأن كل دي أوفر هيد، كل ده في الآخر لازم تطلعه. تمام، كل ده في الآخر لازم هيعتبر كوست عليك وتطلعه. فبالتالي لقينا في الآخر لو افترضنا إن الضرايب مثلا 10%، بالتالي لقينا إن إحنا التوتال أوفر هيد بتاع المشروع ده 26%. تمام. طيب أنا كده ال 26% دول زي ما قلنا إيه، كلهم أوفر هيد. فبالتالي أنا محتاج أقول له، محتاج دلوقتي أدخل له نسبة تغطي لي الأوفر هيد وكمان تديني ربح. النسبة دي هدخلها فين؟ انا دلوقتي خلاص جاد اداني اهو زي ما شفنا قبل كده، جبنا الكوست دراي كوست وجبنا الاوفر هيد فاليو اللي هو 26% ده. تمام، دلوقتي وصلنا ان الاوفر هيد بتاعنا 26%، قيمته تقريبا كام؟ تقريبا 800,000 وشوية، عبارة عن البروجكت اوفر هيد والاوفيس اوفر هيد والضرايب اللي البلد هتاخدها. قيمة الأمور دي كام كلها؟ تقريبا 887,000. أوكي؟ فبالتالي أنا محتاج أحط نسبة، أوزع الأوفر هيد ده زائد نسبة الربح اللي أنا محتاجها للشركة على كل البنود. النسبة اللي بحطها فين؟ بحطها هنا وهنا في الاتنين دول، في الخانة دي والخانة دي اللي هي الكونستراكشن بروفيت ريشيو والفينشنج بروفيت ريشيو. فالنسبة دي أكيد نبدأ بأكيد مش أقل من ال 26%. نبدأ ب 30، لقيت إن أنا لو حطيت 30%، لو حطيت 30% على الكوست اللي هو 3,400,000 وشوية، هيديني 3,900,000. المبلغ ده أقل من التكلفة بتاعتي، يبقى أنا محتاج أزود أديله 50%. لما حطيت 50% بدأ يبقى فيه ربح. يعني كده أنا هحط على كل بند 50%، ساعتها هيبدأ يطلع ربح. فبالتالي قال لي لو حطيت 50% هقدر اوفر كل الاوفر هيد اللي طلع معانا. المبلغ ده الاوفر هيد ده بالكامل اللي هو هيصرف على الشركه كلها، وهدفع منه الضرايب، وهيصرف على الموقع بالكامل. تمام، وهيتفضل لي كام فوق ده؟ هيتفضل لي 249,000، تقريبا 250,000 فوق المبلغ ده. مفهوم؟ يبقى انا كده ببدا هشوف امتى يبدا يطلع معايا ربح. احط نسبه كله بالتجربه والخطا، احط النسبه اللي انا اقدر اطلع من خلالها ربح واشوف هيطلع معايا كام. اوكي، لقيت ان انا هنا محتاج تقريبا 50% علشان يبدا يطلع معايا ربح. والله اذا انا كشركه ارتضيت بنسبه الربح دي، هاجي ابص هنا الاقي نسبة الربح هنا تقريبا 7% من المشروع اللي هي 250,000 من ال 3,500,000، تقريبا 7% وشوية من المشروع. والله اذا انا كشركة ارتضيت بالنسبة دي خلاص، حبيت ازودها شوية ازودها. المهم ان انا هلاقي ان النسبة ديت اللي بتطلع لي كل ما هتتغير هتغير لي سعر المشروع. تمام، سعر المشروع هنا 4,573,000، لو انا غيرت هلاقيها 4,700,000 بدل 4,600,000، وبالتالي هلاقي ان كل البنود هتتغير. يعني احنا كنا مثلا في بند مثلا التاي بيم كنا 51,500، لو غيرت نسبة الربح عليها 54,900. مفهوم؟ مهم ان انا بالتالي قعدت اغير، كل ما هغير في نسبة الربح كل البنود بالكامل بند هتغير معايا، مفيش بند مش هتغير، كل البنود هتتغير تماما. مفهوم كده؟ يبقى احنا كده عرفنا ازاي نحسب الاوفر هيد بتاعنا المصاريف الغير مباشره، وشفنا قد ايه دي مهمه، لان دي قلبت المشروع تماما، خلت التكلفه اتغيرت تماما. طب لو انا في بلد ما فيهاش ضرايب
هيبقى انا عندي الاوفر هيد 16. لو انا سبت الجزء اللي نسبة الربح على كده هتلاقيني نسبة الربح كويسة وصلت 17%. والله عايز اقلل شوية، اقلل خليها 25%، بالتالي هلاقي ان سعر البند اختلف. فاكرين كنا 51، بقينا 9، بقينا 46، 46,000 وهكذا. بتغير انت نسبة الربح حسب نسبة الربح، نسبة الربح الصافي اللي انت محتاجها في الشركة. دي بقى بتعتمد على ايه؟ دي بتعتمد على ايه؟ انت محتاج تحط نسبة ربح، بتحط ايه العامل اللي قدامك؟ اساسا طبعا لازم تحط نسبة الاوفر هيد بالكامل للمشروع وللمكتب، تمام. الربح بقى اللي انت محتاجه بعد كده بقى دي بتعتمد على كذا حاجة. اولا السوق، يعني انت بتحط نسبة دي بناء على ايه؟ بناء على السوق. السوق فيه خطورة دلوقتي ولا مفيش؟ هتخش المشروع دلوقتي داخل مخاطرة ولا السوق مستريح؟ لو حسيت انك داخل مخاطرة بتعلي نسبة الربح دي شوية عشان ما تضمنش الظروف، تمام. بتعتمد على والله المالك والاستشاري او مجموعه الاداره، مجموعه الاداره مش الشركه قدامك، الشركه بتدير المشروع عندك، او المالك او الاستشاري، يعني برضو مواصفاتهم ايه. اذا كان انت رايح على استشاري وعارف ان هو شديد قوي ومش بيعدي الهوا، يبقى عندك خطوره عاليه، لان بالذات شغلتنا دي ممكن بسهوله جدا يطلع اخطاء. يعني الشغل دي بالذات يقدر يطلع اخطاء بسهوله جدا حتى لو عامل كل حاجه صح. اللي عايز يلاقي اخطاء هيلاقي اخطاء، واللي بيتلكك في الشغل بيتلكك بسهوله، يقدر يطلع مشاكل كتير. فانت برضو بتشوف نوعيه الاستشاري اللي انت رايح له ده، هل الاستشاري فعلا بيدقق جدا ومفيش تفاهم معاه، فبالتالي بتزود نسبه الربح اللي قدامك دي عشان بتبقى عارف ان انت ممكن تخسر منها تقل منها، او استشاري متعاون ومتفاهم وتقدر تتفاهم معاه وتتعامل معاه والامور تمشي بسلاسه، تمام. فبتقلل النسبة دي. تعتمد كمان على نسبة احتياج الشركة للشغل، تمام. ممكن نلاقي الشركة، نشوف الشركة هل هي شركة شغالة وماشي حالها ولا محتاجة الشغل جدا. ما هي لو شغالة يبقى قادرة تصرف على البروجكت اوفر هيدز اللي عندها والاوفيس اوفر هيد اللي عندها، وكمان بتكسب. فتلاقي ان هي لما يجي لها شغل زي دي تتدلع، تقول والله هنحط نسبة ربح عالية، جت ما جاتش مش عايزة، تمام. غير شركة تانية محتاجة الشغل ده لانها خلاص وصلت لمرحلة ان هي مش قادرة تصرف كمان على الشركة. يعني الاوفر هيد اللي هي بتصرف عليه على الشركة الثابت ده كل سنة، يعني انت عندك المكتب بتاعك كده كده بتدفع ايجار، والسيارات كده كده رايحة وجاية وبتحط لها بترول، والموظفين كده كده بيقبضوا في شغل، في شغل بيقبضوا، مهندسين كده كده بيقبضوا في شغل، او في شغل بيقبضوا. فانت محتاج الشغل، محتاجه جدا. ففي الحاله دي هتقلل نسبه الربح، تقول يا رب اجيب الاوفر هيد وخلاص، مش عايز اكتر من كده، عايز بس اجيب الاوفر هيد بتاع الشركه. بالتالي احنا لا، انت ما ينفعش تحط رقم وهو يدي لك ربح. انت بتحط نسبه، انت ما بتحطش رقم الربح، ما بتحطش قيمه الربح وهو يدي لك نسبه. انت حط نسبه وجرب. والله انت عايز مثلا 50,000، جرب حط النسبة، مثلا النسبة اللي انت عايزها، جرب حط 20%، شوف هيطلع معاك 50,000 ولا لا، حط 25% لغاية ما يطلع معاك الربح اللي انت عايزه. انت عايز مصر على 50,000، خلاص جرب، اقعد جرب لغاية ما يطلع لك 50,000 بالشكل ده، وهكذا يعني. الكلام ده كده مفهوم؟ خلاص عرفنا نسبة الربح اللي احنا محتاجينها، عرفنا السعر، عرفنا الربح اللي هيجي لك. البند ده اللي هو الفود كوست، احنا عندنا في البلد اللي انا فيها بيبقى بنعمل ريفرنس لينا كده، بنشوف سعر الفود طلع كام. لو طلع مناسب برضو، في ان في برضو اشاعة في البلد بيقولوا ان الفود في حدود من كذا لكذا، يعني ده زي ما قلنا، ده نسبة ازاي تحسب مشروع بشكل سريع او بشكل تقريبي، زي ما قلنا قبل كده عن طريق السيجما. يعني بنشوف والله الشائع في البلد سعر الفود كام،
والغالي قوي كام والرخيص قوي كام، فبالتالي بنجيب سعر تقريبي للفود، بنشوف المشروع ده يعني معقول ولا فعلا ولا شاطح قوي، غالي جدا ولا رخيص جدا، ده يعتبر ريفرنس لينا يعني مش اكتر من كده. السيفل ورك ليبر تشار ده الليبر تشارج بتاع العمالة، يعني انت قيمة العمالة في المشروع ده كام، عمالة ايه بقى، عمالة ايه دي، عمالة السيفل ورك بالكامل اللي هي خرسانات مباني محارة او بلاستر تركيب سيراميك، كل اعمال السيفل ورك اللي هي عادة بتستعمل فيها شركتك، اللي هي عادة بتستعمل فيها شركتك او عمالك عمال الشركة، تبقى عارف تقريبا تكلفة العمال دي قد ايه في المشروع ده، بحيث تبقى عارف ان انت والله ان انت العمال خلال انك تقدر مثلا تقبض عمال خلال سنة من المشروع ده، او بتبقى عامل حسابك لو انت مش هتشغل عمالك وهتجيب سب كونتراكتور من بره لاي بند، تبقى عارف القيمه اللي المفروض تدفعها له كام، يبقى انت كده قدام عينك وانت بتتفاوض مع اي مقاول باطن هيشتغل معاك، حتى لو مقاول خرسانات او مقاول مباني او مقاول بلاستر محاره، تبقى عارف هو المفروض ياخد منك كام حسب مشروعك حسب حساباتك، في حساباتك انت بتحط القيمه بتاعتك وبتمشي عليها او بتيجي تتفاوض مع الناس تبقى في الحدود دي ما تزودش عنها عشان ما تبقاش خسران في البند، تمام. وهنا في الاخر بيقول لك ان نسبه العماله السيفل ورك تقريبا 9% من المشروع، القيمه دي هو طلعها لك. في نقطه بس عايز قبل ما انساها، انا حاطط هنا ليه نسبتين، ليه نسبه كونستراكشن وليه نسبه فينيشنج. عاده نسبه الكونستراكشن بتكون في بدايه المشروع، ان الفلوس اللي هتاخدها من المشروع تفضل في المشروع، ما تغلطش الغلطه المميته اللي بتاخد فيها شركات كتيره جدا، تاخد من المشروع ده حاجه وتروح تصرفه في مشروع تاني، الاثنين في الاخر هيقف، فانت تظبط حساباتك وتظبط امورك ان اللي خدت من هنا 100,000 تخليهم في المشروع ده، تجيب كل مواد المشروع ده، تجيب كل الحاجه اللي محتاجها في المشروع ده، تمشيك لغايه ما تاخد الدفعه التانيه، ما تروحش تحطهم في مشروع تاني في الاخر مشروعك ده هيقف ومش هتاخد دفعه تانية ومشروعك التاني كمان هيقف. خد عايز تاخد مكسب في الاول، خد مكسب اعلى بس مش كتير برضه عشان ما تصرفوش في مكان تاني، وعشان وانت بتعمل كوست كنترول تفضل متقدم، فمفيش مشكله ان احنا نزود اللي قدام شويه اللي هو الكونستراكشن ونقلل اللي ورا، مفيش اي مشكله. يبقى احنا كده زودنا نسبه الربح في البنود الخاصه بالكونستراكشن زي الخرسانات والمباني والمحاره، تمام، اللي هي اوريدي بتشغلها بعمالك، ويبقى كل تقريبا شغل شركتك او شغل عمال شركتك هم اللي بيشتغلوا. الفينشنج وورك او كل البنود اللي بعد كده الخاصه بالسب كونتراكتورز بتبقى نسبه ربحها في الخانه الثانيه اللي هي الخاصه بالام اي بي، خاصه بالبايخ، اي حاجه خاصه بسبب كونتراكتورز انت ما بتشتغلش فيها بنفسك ما بتتعبش فيها، حط نسبه ربحها قليل. لسبب تاني، انها وارد جدا البنود اللي هي خاصه بالتشطيبات او اللي المالك بيحب يشتغل فيها بمزاجه يسحبها، فلو جه يسحب البند انت اوريدي بتحط في البند نسبه ربح، والقانون بيقول ان انت لو المالك سحب منك بند من حقك تطالب 10% من قيمة البند بمواصفات معينة أو بشروط معينة، لازم برضو تبقوا عارفينها، تقروا كتاب الفيدك الخاص بإيه بحسم الخلافات أو العلاقة بين المالك والاستشاري والمقاول، ده بيحدد لكم الأمور دي كلها. المهم البند اللي هيتشال منك مكسبه هيروح، فلو أنت حاطط مكسب كبير هيروح، لا حط مكسب قليل في البند اللي انت وارد انه ممكن يتشال، اللي هو بالذات البنود اللي خاصه خاصه لو انت بتشتغل في مشاريع صغيره او مع ملاك بشكل مباشر، وارد جدا يجي يقول لك والله انا الدهانات هعملها انا على ذوقي وهجيب شركه دهانات معينه هتعمل لنا الدهانات على ذوقي، قول له خلاص خد البند مش عايزه، فلو انت حاطط في البند ربح كبير هياخده وهتخسر فيه، هتخسر من انت مشروع، لان المفروض البند ده زي ما احنا شفنا اهو في كل الاوفر هيد، في نص مكسبك منه اوفر هيد، 25% منه مثلا اوفر هيد،
فلو سحب البند هو هيدي لك 10% بس، ما انت عامل حسابك على الاقل 25% اوفر هيد، طب الباقي ده هتعوضه ازاي؟ فوارد جدا ان هو يتسحب منك بنود الخاصه بالتشطيبات زي ما قلنا، الدهانات، الابواب، حابب هو يجيب ابواب بشكل معين، ستايل معين، على مزاجه يجيبه من اي مكان ان شاء الله، حتى يستورده من بره، هو حر، ما تقدرش تقول له لا. لكن لو انت حاطط نسبه ربح عاليه في البند اللي زي ده هيروح منك ربح كبير، والقانون اخره 10%، في حين ان انت محتاج عشان حاطط في البند، في كل بند على الاقل 30% عشان يدوبك يغطي معاك الاوفر هيد. تمام، فانا عشان كده حاطط البنود اللي احتمال انها تتسحب منك حاطط لها نسبه ربح تانية، تقدر تحط نسبتين، حابب والله تحط نسبتين زي بعض انت حر، هيبقى كل الربح متوزع بالكامل على كل البنود، حابب تغير غير، والامن انك تغير، الامن انك تحط نسبه ربح في الكونستراكشن اعلى من نسبه الربح في الفينش. تمام كده، اتمنى تكونوا استفدتوا في المحاضره دي. احنا كده خلصنا التسعير البادجت، ان شاء الله المره الجايه هنبدا نعرف المخرج النهائي بتاعنا هيبقى شكله عامل ازاي، شكل الماتيريالز اللي هتطلع عندنا عامله ازاي، البي او كيو. حاجه مهمه جدا ان شاء الله هنشتغل فيها المره الجايه هي المانجمنت، وازاي نعمل جدول زمني، وان شاء الله المره الجايه هتعرف ايه الفرق بين البرنامج ده والبريمافيرا. تمام، ان شاء الله اشوفكم على خير باذن الله، يدخل جروب وان شاء الله هيتقبل. والله البنيه التحتيه انا ما جربناش فيها، بس البنيه التحتيه عاده بتبقى شغلها بسيط، 3 4 بنود يعني، مثلا حفر وتحط بايبات وردم، واذا كان في رصف يعني بيكون شغلها بسيط، ما فيهوش كميه الاكتيفيتيز دي كلها. في حمامات سباحه، حمام السباحه عباره عن تانك، اعتبر حمامات السباحه دي عباره عن تانك، خش على التانكات واحسب التانكات. تمام كده، حد عايز اي حاجه؟ مهندس اشرف نزلوكوا الجروب، خشوا عليه وان شاء الله اي حد هيدخل هيتقابل على طول باذن الله. الكتاب هو مش كتاب تسعير، الكتاب ده كتاب الكونستراكشن بروجكت مانجمنت، ده برضو كتاب دولي زي البي ام بي كده، زي كتاب البنبوك، البنبوك وزي الفيدك، ده برضو كتاب دولي. البرنامج ده يعتبر هو التطبيق العملي بتاع الكتاب. اوكي، يعني ان شاء الله برضو انا هبعت لكم الكتب دي تقروا فيها. لا الفيدك مش تسعير ولا بتاع، الفيدك ده قانون دولي، فيدرال، الفيدك قانون دولي بيبقى فيصل بين الاطراف الاستشاري والمقاول والمالك، اي خلاف بيحصل بين الثلاثه دول الفيدك بيفصل بينهم. القوانين بتاعه الفيدك دي ده قانون فيدرالي بيفصل بين اي، بيفصل في اي نزاع بيلجا له اي محكم يعني. لا والله ما حصليش الشرف. هو انا ما اعرفش كتاب شرح تكاليف والله، بس انت ممكن تدور على اي كتاب شرح تكاليف، بس المحاضرات اللي احنا بنقولها دلوقتي دي ان شاء الله كافيه جدا للتكاليف، والبرنامج ده بيحسب لك التكاليف بكل بساطه من غير ما توجع دماغك. تمام، باذن الله. مفيش كتاب مانوال للبرنامج، يا ريت تشوف المحاضرات وان شاء الله هتقدر تشتغل بسهوله جدا. المحاضرات موجوده على القناه وعلى اليوتيوب، تقدر تشوفها وتتعلم منها ببساطه جدا. الموضوع ان شاء الله هتلاقوه بسيط باذن الله، بس لازم تجربه نفسك. يا ريت ان شاء الله، احنا كده قدامنا اسبوع عشان نتقابل تاني. يا ريت، اكيد عندكم مشاريع وعندكم مخططات، يا ريت تشتغلوا عليها عشان ان شاء الله هيبقى في امتحان، فياريت تجربوا مره قبل الامتحان على الاقل مره، وعلشان كمان تقدر لو في مشكله تبعتوا عليها. تمام، اوكي، محتاجين اي حاجه؟ طب اشوفكم على خير ان شاء الله. المحاضره مش يوم الاحد، المحاضره يوم الاربع الجاي باذن الله. تمام، يعني ان شاء الله الحد الجاي مفيش.
بس هو اليوم الحد مش حاضر، مش حاضر ادخل فيه المحاضرة.